سلام عليكم أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ المقدمة دي بالسلام، وهنختمها بأحلى سلام لأروع سيدات في هذا العصر. في كتاب عودة الوعي للكاتب الكبير توفيق الحكيم بيحكي، رغم أنه توفيق الحكيم بيعترف في الكتاب ده بعشقه لعبد الناصر، كل ملاحظاته على عبد الناصر، لكن بيحبه، بل انه اقترح بعد وفاة عبد الناصر انه يتعمل تمثال يخلد اسمه، لكن واحد من القراء فوق توفيق الحكيم بخطاب وقال له ان التمثال ده انا موافق عليه، لكن مكانه الصحيح مش في القاهرة، مش في اسكندرية، مكانه الصحيح في اسرائيل، لأنه سياسة جمال عبد الناصر خدمت إسرائيل أكتر من تصرفات القادة الإسرائيليين نفسهم. ده اللي بيحكي الحكاية دي الحاج عمنا الكبير توفيق الحكيم في الكتاب ده، شيل الناس دي، في الكتاب ده عودة الوعي، الكتاب اللي بنتكلم عنه بقالنا يومين ثلاثة. أدي ده غلاف الكتاب. تعال نشوف بقى فين اقترح توفيق الحكيم في الكتاب ده إقامة تمثال لعبد الناصر. أين يقام التمثال؟ وتوفى عبد الناصر بعد 3 سنوات من الهزيمة، ولا ندري كيف أمكنه أن يعيشها. غلبت علينا جميعا العواطف يوم وفاته، وأنا بنوع خاص دفعتني المشاعر ودواعي الوفاء، فاقترحت إقامة تمثال له في ميدان بالقاهرة. فجاءتني خطابات محبزة متأثرة مثلي بالعاطفة، وجاءتني قلة من الخطاب خطابات مترددة، ثم وجدت من بينها خطاب يقول فيه صاحبه أنه موافق على إقامة التمثال، ولكنه يرى أن يكون مكان التمثال ليس في القاهرة بل في تل أبيب، لأن إسرائيل لم تكن يوما تحلم بأن تبلغ بهذه السرعة هذه القوة العسكرية، ولا أن تظهر أمام العالم بهذا التفوق الحضاري إلا بفضل سياسة عبد الناصر. وفي الحقيقة احنا هنتوقف أو هنكتفي بهذا القدر من الكتاب، واحنا النهاردة في مصر النهاردة سنة 2024 على خطى عودة الوعي بتاع عمنا توفيق الحكيم، بنطالب الجهات المعنية بعمل تمثال لعبد الفتاح حسين خليل السيسي، سعيد السيسي في إسرائيل. هذا الرجل بلا فخر يستحق أن يقام له تمثال في أي مدينة في الأرض المحتلة، ويكفي فضيحة واحدة بس من فضايحه، فضيحة السفينة بتاعة الأسلحة اللي دول العالم كلها رفضت استقبالها، واستقبلها الجعر، واستقبلها في ميناء الأسكندرية، واللي اتكلمنا عنها امبارح، ودي بس كفاية أنه يحتفى بها في إسرائيل. لكن اللجان كالعادة طلعت باتهام بأنها تتهم موقع صحيح مصر اللي تتبع السفينة، وده عرضنا امبارح، وقالت عنه التهمة الجاهزة، إخواني، عميل، والموضوع متفبرك. أدي اللجان بتاعة الجعل. طبعا لابد أن يخرج لنا قصة خيالية زي السفينة الألمانية كاثرين، ويتقال إنها تحتوي على أسلحة متوجهة لإسرائيل، ويتقال ان كل المواني رفضتها واستقبلتها ميناء اسكندريه. طبعا ده لابد ان يحصل في موضوع كتاب الحروب والروايات المفبركه عن اللواء عباس كامل والمخابرات المصريه، واللي وردت فيه انه اعطى اسرائيل خرائط للانفاق في غزه وقال لهم اذبحوا المقاومه، ده على كتاب بوب وودورد. وطبعا لابد اللي نشر وروج روايه الكتاب الخزعبليه على انها حقيقه يكون هو نفسه اللي بيروج روايه السفينه الخياليه على انها حقيقه، وهم حساب صحيح مصر مصدر خبر السفينة، وحسابات المرتزقة وإعلام الإخوان العاهر، ومعهم حسابات نكسجية يناير وشتم زي دوما ومهنور، كله بقى في بعضه، يعني كله في بعضه. هو اللجنة ولسه في تاني انت متخيل بيتلعب عليك ازاي. اللي بعده هو نفس الشخص، هو نفس الحساب. اللي بعده يلا اهو، وكمان منشور النمامية في الجنوب الافريقي رفضت تستقبل السفينة الألمانية، وبيضحك. وأدي نفس الحساب بيرد عليه اللجنة، مرار طافح والله. أدي هو أدي لجنة تانية،
الحمد لله كل الوعي، بس تعبنا كتير. يا ساتر يا رب، انه كميه الحقد على بلدنا. ربنا المنتقم الجبار يا هدى اهو، وجايبه جعير، وادي رجب. الخبر واضح كذب، ولسبب بسيط، انه مواني اسرائيل لا تبعد شيء عن مواني الاسكندريه، فلماذا ترسو السفينه في ميناء الاسكندريه ولا تذهب مباشره رغم انها لا تبعد عن الاسكندريه اقل من ساعه؟ اللي بعده، الموضوع مش صدفه، مترتب حلو. حاتم، عالم متخلفه عمرها ما تنضف، عاش الرجاله وحاجات، وهكذا يا حضرات. مش بس كده، ده بعد ما اتزع الخبر ونشرته موقع صحيح مصر، وتتبعته المواقع الإخبارية، وتتبعت مسار السفينة كاثرين، وبعد ما الناس اتكلمت فيه، طلعت الحكومة المصرية النهاردة عشان تنفي الخبر. النهاردة دلوقتي، لا مش النهاردة، مش النهاردة، خسيت، ده دلوقتي حالا، من دقيقتين ثلاثة. شوف بقى الخبر بقاله قد ايه، من دقيقتين بس فاقت الحكومة المصرية والمخابرات المصرية عشان تقول أول تعليق. ده النهاردة الكلام ده لسه من دقيقتين. على نفت، قيل أنها تحمل متفجرات لإسرائيل، طلعت بقى قالت الحكومة، نفى مصدر مصري، مصدر مجهول، مش رئيس الوزراء، مش رئيس المخابرات، مش الجعير، ما تردد بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل مواد عسكرية، ونقل موقع القاهرة الإخبارية بتاع أحمد الطهري عن مصدر رفيع قوله لا صحة لمصدر رفيع، مش مسؤول في الدولة، مش وزير الدفاع. في بعض وسائل الإعلام المغرضة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية، ووصف المصدر اللي احنا ما نعرفوش بأنها أكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني. افتكروا ينفوا دلوقتي. الحقيقة احنا هنا وانتصارا للحقيقة اللي واضحة زي الشمس، حبينا نحكي لكم تاني قصة السفينة دي كاثرين من مصادرها الأصلية، عشان نؤكد فضيحة الخاين عبد الفتاح السيسي، فضيحته وخيانته للشعب والوطن والغزة. الموضوع بسيط يا حضرات، بسيط أيتها اللجان الغبية. لو دخل أي واحد منكم يا أغبية على موقع اسمه مارتن ترافيك تقريبا بتاع السفن التجارية، هيرصد وصول السفينة المشؤومة لميناء الإسكندرية ببساطة شديدة جدا. الموقع موجود، انتوا لسه عايشين في سنة 60 أيام أكاذيب إعلام عبد الناصر. هيرصد السفينة الإسرائيلية وإزاي رصد في ميناء الإسكندرية من موقع تتبع السفن البحرية. لما تتبع فريق البرنامج من موقع ميناء إسكندرية اسم الوكيل الملاحي، بس خلينا نشوف أهو، أهو أدي الموقع أهو حضرات، وأدي السفينة كاثرين، وأدي الموقع. اتبع يا بيه، بدل ما تصدق اللجان وتصدق إعلام الإخوان وتصدق اللجان الإلكترونية وتصدق دوما ومهينور وعلاء فتاح وحازم صلاح وإسماعيل، صدق عينك. اتفضل، احنا مش هنزعلك يا بيه، احنا مش هنزعلك. وأدي بالبص يا بيه شوية ترجمة كده من جوجل اللي هي الحلوة دي، هيقول لك السفينة دي رست الساعة كام وفين. لما تتبعنا احنا الموقع ده من موقع ميناء اسكندرية اسم الوكيل الملاحي اللي استقبل السفينة الإسرائيلية، الناس كتيرة واحنا منهم اكتشفنا ان اسمها شركة إيميكو، ودي شركة مصرية سبق ليها انها شحنت قبل كده لميناء اسدود او اسدود الإسرائيلي. ادي اسم الشركة اللي استقبلت السفينة اهو، ده اسمها، وتتبعناها اهو، رقم الطريق، اسم السفينة، الوكيل الملاحي، الشركة، المكتب المصري للاستشارات البحرية إيميكو، الوصول 28/10، المغادرة 5/11، المحطة الأولى، نوع العملية تفريغ، البضاعة حربي، ده مش اسم واحد، ده كان مدير أعمال أحمد زكي الله يديله الصحة، حربي، مكان الرسول 22، التاريخ 28. يا بيه الأرقام لا تكذب والوثائق لا تكذب. طب سيبك من الموقع ده، موقع اسمه بي دي اس بيثبت تورط نفس الشركة اللي هي إيميكو في رحلات سابقة لميناء الإسرائيلي أو الميناء المحتلة إسرائيل. بي دي اس بعد رفض دخول عديد دول عديدة استقبلها
سفينة كاثرين المحملة بمواد متفجرة لدولة الاحتلال ترسو في ميناء الإسكندرية في مصر 30 أكتوبر محملة. الفضيحة الآن أكبر إن الشركة دي بقى مالكها لواء بحري في الجيش المصري العظيم في سلاح البحرية اسمه فاروق عبد الله، بس اللي بيدير الشركة للأمانة بنته رندا فاروق عبد الله، هي بتشارك أبوها في إبادة أهالي غزة ودعم الكيان. نشوف كده بوستات من صفحة الشركة دي. آدي رندا، أهلا يا رندا، ما بعدتيش عن ولاد عمك كتير. دي رندا عبد الله. نشوف بقى البوستات دي. العب البوستات يا بيه، العب يا بيه. رندا فاروق عبد الله بنت اللواء فاروق عبد الله ومدير شركة إمكو كسبت ملايين من سمسرة نقل المتفجرات لقتل أطفال غزة. من قلبي بتمنى كل قرش كسبتيه تصرفيه على صحتك وعافيتك أنت وكل غالي عندك، يمكن ساعتها تحسي بجزء بسيط من ألم الأطفال اللي بيتم تفجيرهم وحرقهم في غزة. احفظوا ده، صاحب الحساب بيقول كده وعلى مسؤولية صاحب الحساب. اللي بعده، إيه الجديد؟ السفينة كاثرين المملوكة لشركة ألمانية اسمها كذا وبتديرها شركة اسمها بروجكت، وكان على متنها حاويات متفجرات بجانب 60 حاوية من مادة TNT، واللي استلمت شحنتها في ميناء هاي فونج بفيتنام يوم 21 يوليو وحاولت أن ترسو في عدد من الدول الموانئة على رأسها سلوفينيا، ناميبيا، مالطا، لكن الدول دي رفضت. مين بقى السلطات اللي وافقت؟ ده السؤال مهم في وسط القصة، ممكن يقول لنا البلد وصلت لحد فين من الفضائح. الشركة أخذت تراخيص الدخول إلى ميناء اسكندرية قبل 3 أسابيع، يعني يوم 10 أكتوبر بعد أسابيع بلا جهة، واللي أخذ لها التصريح دي هي الشركة العربية للخدمات المتكاملة إيموكو، ودي شركة مملوكة لمقدم بحري اسمه فاروق عبد الله، واللي كان في السابق رائد بحري في قناة السويس، وبنت رندا هي اللي بتدير الشركة، لأنه في الوقت نفسه هو عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة اسكندرية. السفينة رست على الرصيف 22 الإسكندرية، وده خاص وخاضع لإدارة القوات البحرية المصرية، وفقا لمصادر قال لصحيح مصر إنه إنزال الشحنة من السفينة تم بمعدات ثقيلة على الرصيف البحري من مساء 29 أكتوبر، بل واستخدمت كاسحات حربية لإفراغ السفينة. معلش تاني، هنا السفينة رست على الرصيف رقم كام في ميناء اسكندرية؟ 22. هات لي بقى بس يا حبيبي وارجع ورا بقى، هات الموقع الكشف بتاع ميناء اسكندرية اللي كان فيه اسم الشركة ورقم الرصيف، هتلاقي 22 أهو يا بيه، رقم الطريق، اسم السفينة كاثرين، النوع سفينة كذا، التوكيل إيموكو، الوصول كذا، المتوقع كذا، مكان الرسو 22، الخانة اللي قبل الأخيرة. الفضيحة الأكبر إن اللي استقبل شحنة الأسلحة، لأن دي أسلحة، مش هنجيب إحنا فريد شوقي في رصيف نمرة 5 هو وعبد العزيز خليل ينقلوا البضاعة دي، مش شنط سفر يا بيه، دي متفجرات، دي أسلحة. فاللي ينقل، والرصيف ده بيقولوا ان هو معروف في المينا بتاع الجيش، ودي اسلحه، اللي هينقل سلاح مش عطشجي، مش واحد حمال، اللي هينقل السلاح ناس متخصصه، يعني القوات البحريه. الفضيحه ان اللي نقل ده هي القوات البحريه، لان الرصيف 22 ده هو رصيف حربي، زي ما بيقول الصحفي المصري ده اهو، الوكيل البحري المصري اللي بينقل الاسلحه الاسرائيلي لبلد غزه، اسمها شركه إيموكو بتاعت لواء بحري فاروق عبد الله، وبتديرها بنته رندا. تخيل يا بيه، السفينه طبعا مفضوحه. نشوف البوست بتاع الصحفي، الراجل بيقول ان السفينه رست على 22 الرصيف رقم 22، واللي قام بعمليه تفريغ الشحنه القوات البحريه المصريه. السفينة مفضوحة من زمان من مالطا، ناميبيا، انغولا ودول تانية رفضوا استقبالها، وكانت عمالة تلف لأي دولة مش لاقي حتى دولة تديها وقود. الكلام ده من مواقع أجنبية، خش يا بيه على الموقع ده على طول اهو، على طول يا بيه. الموقع ده بيتكلم على ازاي ان السفينة قعدت تلف مش لاقي حد. ناميبيا، اتخذت ناميبيا في خطوة جريئة موقفا ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين، ومنعت سفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل من الرسو في ناميبيا، في خطوة مهمة وجهت وزيرة العدل إيفون دوساب نداء شجاعا يوم الجمعة إلى السلطات المعنية بما في ذلك هيئة المواني الناميبية
بعدم السماح للسفينة ام في كاثرين بدخول المياه الناميبية، تدرك نيو إيرا اللي هي الموقع أن السفينة دي التي تحمل أسلحة دمار شامل متجهة إلى إسرائيل في هذه المرحلة. اللي بعده أدي الموقع ده بيه عشان بس اللجان ما تضحكش عليك. رصدت شبكة بيرن سفينة مثيرة للجدل يزعم أنها تنقل متفجرات إلى إسرائيل في ألبانيا، ألكسندرا بوجداني وبيصار مش عارف أوروماني مش عارف كذا. تم رصد سفينة شحن منعت من الدخول إلى عدة مواني بسبب مخاوف بشأن تسهيل جرائم الحرب في غزة. في ميناء خاص في ألبانيا سفينة الشحن كاثرين راسية في ميناء ام بي ام في بورتو رومانو. الصورة مش عارف رصد صحفيون بيرن ألبانيا سفينة شحن كذا متورطة مؤخرا في جدل حول الأسلحة الإسرائيل في ميناء ألباني خاص بعد 24 ساعة من اختفائها في البحر الأيوني، ثم اكتشاف أن السفينة التي انطلقت في الأصل من هايفونغ في فيتنام تحمل متفجرات بما في ذلك TNT وRDX متجهة إلى إسرائيل. وقد أثار هذا مخاوف بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، حيث حثت العديد من منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية الدول على منع دخول السفينة إلى موانئها خوفا من أن تساهم الشحنة في جرائم حرب. واجهت السفينة رفضا متعددا من المواني، ألغت ناميبيا إذن الرسو في أغسطس 24 بعد أن تبين أن السفينة كانت تحمل متفجرات عسكرية، مشيرة إلى مخاوف بشأن التورط المحتمل في صراع غزة. كما واجهت السفينة رفضا للدخول من دول أخرى بما في ذلك مالطا وسلوفينيا، مما زاد من تعقيد رحلتها أثناء محاولتها العثور على ميناء لتفريغ حمولتها. الموضوع من فترة وحذرت منه الأمم المتحدة والعفو الدولية، واعتبروا أن أي دولة تستقبل السفينة دي يبقى بتشارك في الإبادة الجماعية وبتعرض نفسها للمساءلة الدولية. أدي مقررة الأمم المتحدة نفسها اللي قالت من يشارك في استقبال السفينة هو مشارك في الإبادة الجماعية. اسمع البوست أهي، دي مقررة الأمم المتحدة: الحاجة إلى فرض حظر الأسلحة، وبحسب المعلومات الواردة من المقرر أن تقوم السفينة كاثرين التي ترفع العلم البرتغالي تسليم 8 حاويات من المتفجرات إلى إسرائيل. وتشير التقارير أن هذه المتفجرات تشكل مكونات أساسية في القنابل والصواريخ التي تطلقها الطائرات الإسرائيلية ضد غزة المحاصرة وفي حملتها الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وبما أن ناميبيا منعت بحق سفينة كاثرين من الوصول إلى الميناء تأييدا للقانون الدولي، فإن أملي أن تحذو أنغولا حذو ناميبيا وتمتنع عن استقبال السفينة، وقد يشكل هذا خطر أو انتهاكا خطيرا للاتفاقية دي. كما أنني أشعر بقلق بالغ إزاء رعاية البرتغال المحتملة للسفينة وتسهيل تسليم كاثرين، وقد يشكل هذا خرقا للاتفاقية دي. تذكير بالغ الأهمية أن أي نقل عسكري إلى إسرائيل والذي حددته اللجنة IG أو ICG بأنه قد يؤدي لارتكاب جريمة إبادة جماعية يعد انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار مجلس حقوق الإنسان اللي هو رقم كذا الذي ينص على فرض حظر الأسلحة على إسرائيل. دي مقررة الأمم المتحدة. موقع منظمة العفو الدولية حذر من استقبال نفس السفينة. آدي موقع منظمة العفو: إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلة ينبغي لسلوفينيا والجبل الأسود والبرتغال عدم المساعدة في إيصال متفجرات إلى إسرائيل عبر السفينة ام في كاثرين. فضيحة دولية حضرات بكل المقاييس لخصناها لكم في الجراف ده، جراف فضيحة كاثرين بتاعت السيسي اللي بيشارك في الإبادة الجماعية لغزة. الجراف ده حضرات اهو ناخده كده مع بعض واحدة واحدة ونبدأ. فضيحة السفينة: السيسي يشارك في الإبادة الجماعية. السفينة دي هي سفينة ألمانية بتحمل أسلحة لإسرائيل. السفينة غادرت من فيتنام وفي طريقها لإسرائيل. مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية حذرت الدول من استقبال السفينة. المقررة نفسها اعتبرت أن استقبال السفينة هو مشاركة في الإبادة الجماعية في غزة. منظمة العفو الدولية ومنظمة BDS حذرت من استقبال السفينة. امتنعت كلهم من مالطا وناميبيا وأنغولا وسلوفينيا عن استقبال السفينة. قامت البرتغال بإنزال العالم البرتغالي من السفينة بعد ضغوط شعبية. يوم 28 أكتوبر استقبل ميناء الإسكندرية بالخرائط استقبل السفينة كاثرين.
اللي نزل رست على الرصيف رقم 22 الحربي، اللي نزل الشحنة كانت القوات البحرية، هي اللي استلمت وفرغت. شركة إيموكو المصرية للملاحة البحرية هي الوكيل الملاحي للسفينة. شركة إيموكو بيملكها لواء بحري اسمه فاروق عبد الله، وبتديرها بنته رندا. الشركة نفسها سبق وكانت وكيل لسفن إسرائيلية متجهة لميناء أسدود. احنا قدام فضيحة دولية أثارت غضب الكل، مصريين، لبنانيين، فلسطينيين، عرب بشكل عام، واللي اعتبروا ان السيسي تحول من منطقة التواطؤ على أهالي غزة وعلى الأراضي الفلسطينية وعلى القضية وعلى النخوة إلى الشراكة في ذبح الفلسطينيين. نشوف بقى بوستات بعض الغاضبين. من الغاضبين دول كان أحمد دومة: السلطة شريكة في الإبادة، مش مجرد متواطئة ولا خاينة. بعد الحصار والإخراس والتسليم في الوساطة، دلوقتي شريكة مباشرة سفينة الشحن الحربية ام في كاثرين في ميناء الإسكندرية بقالها يومين عشان تفرغ حمولتها من مواد تصنيع الصواريخ والقنابل لصالح شركة صهيونية، بعد ما رفضت ناميبيا وأوغندا ومالطا وغيرهم استقبالها ولو لمجرد مدها بالعون أو تغيير الطاقم. وبعد أمر الحكومة البرتغالية بإنزال علامها من عن السفينة، ألمانيا طبعا رفعت علامها، ميناء الإسكندرية استقبل السفينة ولا زالت هناك بتفرغ حمولتها عشان يتم نقلها لميناء أسدود. صحيح، الشركة الوكيل اسمها شركة الخدمات البحرية إيموكو، وبرضو ناشر أحمد دومة كل الخرائط اللي بتدل على مصداقية الرواية. اللي بعده برضو أحمد دومة، الأكثر رعبا من موقف السلطة التي حولت البلد ده من مصدر دعم رئيس لحركات التحرر إلى مصدر دعم وشريك للاحتلال الأطول والأجرم في التاريخ الحديث، مش سياسي أو أمني أو معلوماتي أو اقتصادي بس، وكلهم حصلوا وما زالوا، لكن كمان عسكري. الأكثر رعبا هو موقف العمال والموظفين في ميناء الإسكندرية. حقيقي إزاي جالكم قلب تفرغوا وتحملوا شحنة هيتقتل بيها أهلنا؟ بأي وش ولا ضمير ولا كرامة قبلتوا تخدموا طاقم سفينة حربية رايحة تشارك في حرب جريمة إبادة؟ لما ترجعوا لبيوتكم هتقولوا إيه لولادكم وزوجاتكم؟ لو تناموا هتحلموا بإيه؟ مش هيتلطخ مناماتكم بدم وأشلاء؟ ده الأثر الأشد خطرا من كل جرائم السلطة في البلد دي، تجاوز مجرد التطبيع والتجاهل للشراكة الكاملة. القصة دي خلت الوزير التونسي السابق رفيق عبد السلام الراجل يقول لا ده صعب قوي كده، ويقول الوزير السابق: إذا صح هذا الخبر فعلا ويبدو أن كل المعطيات بتقول أنه خبر حقيقي أو إلى درجة اليقين، فمعنى ذلك أن مصر ما عادت أم الدنيا، بل أصبحت أم الخيبات والخيانات، بل هي أبوها وجدها وأخوها، بعدما جمعت بين أطراف الفشل والغدر والسفالة والعمالة في كتلة واحدة. ما عاد أحد يطلب من مصر السيسي الدعم والمساندة، بل كل ما يطلب منهم أن يكف أذى ويوقف مش عارف كده سرها شرها، وليس أكثر من ذلك. طبعا هذه مصر السيسي، أما مصر الشعب والأمة والتاريخ والجغرافيا فهي قصة أخرى وحكاية مغاية. لحد هنا حضرات أنا عملت دوري، نقلت لك بالخرائط أن السفينة طلعت من فيتنام لفت الكرة عشان تلاقي خاين، ومش بس خاين، تلاقي واحد منزوع الضمير والإنسانية يستقبل سفينة ويتفرغ شحنتها عنده عشان إلى إسرائيل. لحد هنا أي برنامج هيعمل لك كده؟ لحد اللحظة دي أي إعلام هيعمل لك الحكاية دي؟ هيطلع يقول لك الكلام ده. لكن ده مش دورنا، دورنا هو الوعي، هو طرح السؤال: هو سيسي بيعمل ليه كده؟ السيسي لعب دور خسيس بالوثائق في حصار غزة، كان بيمنع المساعدات عن غزة، وده كان دور واضح جدا للأعمى، لكنه اتنقل إلى مرحلة أسوأ، إنه يساعد في نقل أسلحة لإسرائيل. الليفل ده ليفل وحشي
ليفل جديد من الخيانة وصل إلى حد المشاركة في القتل. هنا السؤال بقى، هو بيعمل ليه كده؟ هو كيف وصل السيسي إلى هذا الليفل، إلى هذه المرحلة؟ أفكرك تاني، السؤال بقى إجابته في التاريخ، مش التاريخ القديم. السؤال ده إجابته في الرد على سؤال لماذا حاصر السيسي غزة. فاكرين الشاحنات اللي وقفت بالأيام والأسابيع والشهور لحد ما الأكل عفن فيها بينما أهل غزة متحاصرين جوه؟ فاكرين الشاحنات دي؟ الدور ده لعبه السيسي لأنه كان بيسعى إلى المال. الدور الأقذر ده السيسي استطاع بيه يحول القرض بتاع صندوق النقد من رقم إلى رقم أكبر. لما لعب السيسي دور في حصار غزة أخذ مكافأة، وكانت المكافأة هي أن رقم صندوق النقد اللي كان متفق عليه تحول من إلى رقم أكبر بضغط من الحلفاء المؤثرين في صندوق النقد زي أمريكا زي أوروبا. ده مش كلام محمد ناصر لأني ما بفهمش في الاقتصاد. هرجعك لكلام الدكتور محمود وهبة امبارح في لقائنا معاه، اسمع قال إيه كده. بيروا إن السيسي بيديهم مصالح يعني بيفيدهم في حرب غزة. إيه بقى بالتحديد؟ يعني أنا مش عايز يعني أنت مش بس كان لها دور. لا ولسه لها دور، يعني أنت متكلم دقيقتين عن سفينة جت بأسلحة وبعدين. ما أنا كنت لسه هسألك بقى، دي السفينة بتاع اسكندرية اللي اتكلمنا عليها دي، هل ممكن يكون لها دور يعني العملية اقتصاد مش بس سياسة يعني؟ لا الأسلحة دي جت من ألمانيا، أمريكا بتبعت أسلحتها بطريقتها الخاصة. لا 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 ما أنا بتكلم، أنا عارف إن السفينة طلعت من ألمانيا عليها متفجرات تم تفريغها في ميناء اسكندرية، هل دي لها علاقة؟ بس سفينة واتحملت على سفينة تانية واتحملت على سفينة وراحت على إسرائيل. هل ده له علاقة بصندوق النقد؟ كل اللي بيتم حاليا دلوقتي فيما يتعلق بالسيسي من الغرب مرتبط بالدرجة الأولى بدور السيسي مع في موضوع غزة، مرتبط بالتهاود في المراجعة، ولا مرتبط بفكرة طلب الزيادة ل 12 مليار؟ في التهاود عموما، يعني هو دلوقتي جزء من الفريق بتاعهم، فكل الأطراف الغربية بتتعاون معاه بأي شكل تقدر. فما سفينة زي دي تيجي ده بالتأكيد لأن هم بيعتبروه مهم ودوره بنظرهم مهم. هو دكتور السياسة الاقتصاد مخرم على السياسة قوي كده، فاتحين على بعض قوي كده؟ لا هو احنا دلوقتي للأسف السياسة مخرمة على الاقتصاد. المصورة ضربة يعني. أحكي لك الحكاية لو أنت مش واخد بالك. السيسي واخد قرض من الصندوق، كان قدم على القرض ده بثلاثة مليار، وبعدين قال لهم عايزين نزود الثلاثة مليار دي نخليها ثمانية مليار. زال الصندوق وقال له يا سيسي سدد الأول. فجأة كده بعد ما الصندوق كان رافض زيادة القرض من ثلاثة مليار لثمانية مليار، فجأة وبقدرة قادر بتدخل الرئيس الأمريكي بايدن وكمالا هاريس دي، فجأة القرض زاد يا حضرات من 3 مليار ل 8 مليار اللي هو بياخده السيسي دلوقتي، اللي هو بيعمل مراجعة عليه الرابعة. في شروط بقى حضرتك في المراجعة الرابعة لازم تعملها، تخفض العملة يعني تعمل تعويم وتعمل حاجات تانية كتير وتسحب الجيش من الاقتصاد. السيسي ما عملش حاجة من دول ولازم يعمل الهوم وورك ده. مش بس كده، ده السيسي بجح وراح قال للصندوق بقول لكم يا جماعة احنا عايزين نزود من 8 مليار ل 12 مليار. يعني مش بس ما عملش الهومورك، مش بس نفذ الشروط، لا ده طنش على الشروط دي اللي هي خروج الجيش والتعويم والحاجات دي، وبعدين قال لهم لا انا عايز ازود 12 مليار. الصندوق شايفه مجنون، ده احنا زودنا لك من 3 بقت 8 وما حققتش حاجة من اللي احنا عايزينها وكمان عايز 12 مليار. هنا بقى مربط الجحش، ان عبد الفتاح واضح ان هو قلبه جامد
مش بس عشان يدوس على شروط الصندوق، لا ده كمان عشان يزود القرض اللي هو فيه ده من 8 ل 12. يا ترى في مقابل ايه؟ الدكتور محمود وهبه بيقول في مقابل تقديم خدمات. والصندوق ممكن يسمع كلام السيسي، لانه مش كلام السيسي، ده كلام اوروبا وكلام امريكا، لان اوروبا وامريكا بيضغطوا على الصندوق. اسمع الدكتور محمود وهبه بيقول ايه؟ اللي حصل بقى ايه؟ ان المسؤولين المصريين راحوا لواشنطن واتكلموا مع الصندوق، فلم تلقى في المقابله، ما وصلتش الحاجه، فخدوا بعضهم وراحوا لوزيره الخزينه الامريكيه جانيت وان، وطلعت هي على التلفزيون علني وقالت مصر لابد وان احنا ندعمها. الصندوق فين؟ امريكا. يعني لو انا عايز العب اللعبه دي بتاعه السيسي، صح، استنى اسبوعين واروح الجامع وادعو ان ترامب ينجح، لان ترامب صديق. فالزياده من 3 ل 8 مباشره جايه من ضغط امريكا. مش بس هي ديت، والمبلغ الثاني اللي المفروض يجي اللي هو اولا 3 مليار ثم بقى 6 بالبنك الدولي، برضو كان جزء من التشكيله دي. والاتحاد الاوروبي اللي هو كان بيتكلم عن 9 جزء ثالث من التشكيله دي. اللي مش واضح ليا بعد كده، هل صفقه راس الحكمه كانت جزء من التشكيله دي ولا لا؟ انا ما عنديش معلومات عنها، انما انا متاكد ان البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الاوروبي كلهم كانوا مع بعض. ليه؟ لان امريكا ضغطت. وامريكا ضغطت ليه والاتحاد الاوروبي ليه عمل كده؟ لدور السيسي في حصار غزه. ببساطه القرض اترفع من 3 الى 8 مليار بعد ما اداره الصندوق كانت مش موافقه. ضغطت وزيره الخزانه الامريكيه، ضغط الاتحاد الاوروبي، وتدخل البنك الدولي، ومنح السيسي مكافآت لحصار غزة. ده كلامه هو، مش كلام محمد ناصر. اتفضل يا بيه الاثنين دول كده مع بعض. الخبرين دول الإعلام الغربي والصهيوني كشف الخبايا، نظام السيسي شريك أساسي في حصار غزة. الصهاينة فضحوا الدور المصري في تجديد الحصار على غزة أمام محكمة العدل الدولية لما وقف ممثل إسرائيل قال ده مصر هي اللي محاصرة. الإعلام العبري يؤكد عدم ممانعة السيسي في إجهاز الجيش الاحتلال على المقاومة. صحف الغرب تبرز تأكيدات بايدن حول رفض السيسي المكسيكي لفتح معبر رفح. آي بي سي: السيسي لا يعارض اجتياح جيش إسرائيل لرفح وما يحدث من مجازر. كتاب صهاينة السيسي أو كتاب صهاينة السيسي لا يمانع في تهجير أهالي غزة لسيناء رغم نفيه ذلك في العلن. تصاعد غضب الشارع المصري بعد تعرية الكيان الصهيوني لدور السيسي في خنق غزة بتوجيهات سيادية. وسائل الإعلام المصرية تدشن حملة لتبرئة النظام وإدانة المقاومة. في 6/3 مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض ب 8 مليار. 6/3/24 وافق صندوق النقد بعد الدور العظيم ده على أن القرض يترفع من 3 إلى 8 مليار دولار، بزيادة 5 مليار عما جرى الحديث عنه، هو اللي كان 3 مليار. الحكايه بسيطه يا حضرات. الراجل كان حاصر غزه وجوع اهالي غزه ومرمطهم وقبض الثمن، زياده 5 مليار. النهارده بقى الليفل اتنقل لمستوى تاني، ان احنا نشارك في نقل السلاح الى اسرائيل في مقابل انه الصندوق يهدى شوية في شروطه عشان أنا الشعب ما يطلعش ياكلني، وفي نفس الوقت الشروط تخف شوية عشان العصابة اللصوص من الجيش اللي شغالة معايا ما تطلعش تاكلني. ما تسلمونيش لحرامية الجيش ولا تسلموني للشعب، وفي نفس الوقت أنا مستعد أعمل لكم أي حاجة حتى لو نقل أسلحة. المعنى ده لقطه ناس كتير قوي وكتبوا عنه. شوف التغريدة دي كده، الراجل ده مهاب. كلنا سمعنا على موضوع تعثر مفاوضات مع صندوق النقد وان في مراجعه يوم السبت اعتقد مع الصندوق. اعتبر الموضوع خلص خلاص والقسط هيوصل مصر قريبا،
والقسط الاخير يبقى نشوف التوصيات وتنفيذها. معلش عديها المره دي. نسيت اخبار السفينه اللي فيها مفرقعات واسلحه في ميناء اسكندريه ايه؟ خلص الكلام والحدق يفهم. نفس المعنى اللي قاله الدكتور محمود وهب. اصله تاريخ، اصلها وقائع. الوقائع عامله زي النوته الموسيقيه. النوته الموسيقيه اشكال على اسطر انت ما تعرفش تقراها، لكن بيجي واحد موسيقي عازف بيقراها ويحولها لنغمه. اللي بيحصل قدامك من سنه واكثر من سنه واضح جدا. مصر في زمن السيسي تخلت عن كل شيء، قلعت الشرف والمروءه وتحولت من المشاركه والتواطؤ في الاباده دي هو وباقي الحكام الخونه في الامارات والسعوديه والاردن الى انها بقت شريك في الجريمه. السيسي الاسرائيلي، طوفان الاقصى يفضح الجميع، حصاد خيانه نظام السيسي بعد عام من طوفان، تحذير عباس كامل لاسرائيل من طوفان الاقصى وده اللي فضحته اسرائيل قبل بدء بايام، حصار نظام السيسي لغزه وتجويعها ومنع المساعدات عنها وده اللي فضحته اسرائيل في محكمه العدل الدوليه. يا حضرات عشان ما فيش لجنه يجي يقول لك كلام فارغ، مندوب اسرائيل في محكمه العدل وقف قال احنا ما عندناش مشاكل، السيسي هو اللي منع المعونات لاهل غزه. صمت السيسي على احتلال معبر رفح ومحور فيلادلفيا ما بيتكلمش عنه خالص نهائي، يعني ممكن يهدد حتى باتفاقيه السلام. وانا تحديته هنا في البرنامج ده وفي الديكور ده، قلت اتحدى الجيش المصري انه يهدد بوقف عمليه السلام والغاء يهدد ما يعني والغاء اتفاقيه كامب ديفيد لان اسرائيل اخترقتها، وقلت مش هيحصل وقد كان والحمد لله. لسه اسرائيل في محبر فيلادلفيا، اسرائيل هدت معبر رفح وبتلعب خمسات بالمدرعات العسكريه هناك ورافعين الاعلام الاسرائيليه زي الحلاوه، والسيسي ساكت لانه بالاتفاق. نرجع تاني يا بيه، مشاركه عباس كامل ورئيس الاركان المصري في التخطيط لغزو رفح، تحريض السيسي لاسرائيل علنا على القضاء على المقاومه، مش كلامي ده كلام اهم صحفي في الكره الارضيه بوب وودورد. وعشان ما فيش لجنه يجي يكلمك قول له لو السيسي ذكر يرفع عليه قضيه. بوب وودورد قال ان الملك محمد بن سلمان، ما هو ملك، قال لهم اقضوا على اخوان المسلمين، اقضوا على حماس. ملك الاردن قال لهم اقضوا على حماس. الامارات قال لهم اقضوا على حماس. السيسي قال لهم اقضوا على حماس. كتاب منشور ومطبوع والعالم كله اتكلم عليه. لو فيكوا حاكم ذكر يرفع عليه قضيه على بوب وودورد، سهل قوي. ده هيشرده في المحاكم، محدش هيفتح بقه اطلاقا. نرجع تاني يا بيه، مشاركه السيسي في اسقاط الصواريخ المتجهه الى ايلات من اليمن، ودي طبعا مش عايزه اثبات. مشاركه السيسي في كسر الحصار البحري على اسرائيل بالتعاون مع السعوديه والامارات ودخلوا لهم غاز واكل لاسرائيل. زياده 21% من التبادل التجاري بين مصر واسرائيل في خلال سنه. محاوله السيسي ادخال قوات تابعه للمخابرات ابو مازن الى غزه لضرب المقاومه. امتناع السيسي عن رفع دعوه ضد اسرائيل او المشاركه حتى في محكمه العدل الدوليه. امتناع السيسي عن قطع العلاقات مع اسرائيل او سحب السفير. ممارسه الاعلام المصري دورا تحريضيا ضد المقاومه، ودي شفناها في ابراهيم عيسى وشفناها في كل الاعلام المتواطئ. منع المظاهرات التضامن مع فلسطين والقبض على المتضامنين. واخيرا السيسي يتوج كل ده بقى بليفل الوحش، يستقبل سفينه اسلحه متوجهة لإسرائيل بعد رفض دولي لاستقبالها. حكاية موجودة قديمة لما بلينكن زار منطقة الشرق الأوسط وقابل الحكام دول قالوا له إيه بقى؟ اتفاقية السلام مع إسرائيل وأرفض التهجير الفلسطيني إلى مصر، ده السيسي. أريد فقط أن تختفي المشكلات التي أحدثها السابع من أكتوبر والتطبيع لم يمت ولكنه لا يستطيع المضي قدما في الوحدة. وقال له أنا ما يهمنيش قضية فلسطين. ملك الأردن قال له حذرنا إسرائيل من حماس لأنها جماعة الإخوة ويجب على إسرائيل أن تقضي على حماس. محمد بن سلمان حذرنا إسرائيل مرارا من أن حماس هي جماعة الإخوان المسلمين، يمكننا نمنح إسرائيل مساحة والوقت للقضاء على حماس. عباس كامل يجب على إسرائيل ألا تدخل غزة بريا دفعة واحدة بل على مراحل، وأن تنتظر حتى يخرج قادة حماس من جحورهم وتقطع رقبتهم. عباس كامل
وزير خارجية السعودية، حذرنا نتنياهو من حماس مرارا: الجماعات الإرهابية تحاول القضاء على إسرائيل والإطاحة بزعماء عرب. ده اللي قاله بوب وودورد. أتحدى واحد من الرجالة دي يرفع قضية على بوب وودورد، سهلة جدا. أنا بقولها علني هنا، أتحدى واحد فيهم من اللي ذكر اسمه في كتاب بوب وودورد يقول له لا تعالى بقى ده أنا هرفع عليك قضية والمصحف لشرد عيالك. أتحداه. خونة. خيانة بيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وفي القلب منه المرأة الفلسطينية اللي طلع واحد من أسافل العرب عشان يقول إنها بتبيع شرفها مقابل المال. وده شفناه في واحد كويتي مشعل حاجة كده، مشعل النامي. يعني لم يكتفوا بأنهم يغتالوا الأطفال ويرملوا النساء ويقتلوا الرجال والمشايخ والشيوخ، بل أنهم بيغتالوهم معنويا، وده أبشع أنواع الاغتيال. فشارك الإعلام العربي كله، قناة العربية والحدث وسكاي نيوز وقنوات الشاشات المصرية بتاعت المخابرات كلها بتشارك في عملية اغتيال معنوي للشعب الفلسطيني. يعني خيانة ما بعدها خيانة، بيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وفي القلب منه المرأة الفلسطينية. المرأة الفلسطينية اللي قال إنها بتبيع شرفها وبتسب الدين، هي نفسها اللي بتقول ما لنا إلا الله، الكل تخلوا عنا. الخلاصة، مش بس مفروض نعمل تمثال أو تمثيل للسيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان والملك عبد الله في إسرائيل، المفروض إسرائيل تمنح هذه الأسماء أو سمة، أو سمة الخيانة من الدرجة الأولى، خيانة العرض والدين والأمة والشرف لقاء المال وعرش. ويبقى الضحية الأكبر في القصة دي هو الشعب الفلسطيني، وفي القلب منه المرأة الفلسطينية، المرأة الفلسطينية اللي كتبت لها الشاعرة الكويتية الكبيرة سعاد الصباح: سلام عليكن، سلام على سيدات الندى. كتبت الشاعرة الفلسطينية إلى الأم الفلسطينية بطولتها وأحزانها، كتبت لها القصيدة دي، بتقول: سلام عليكن يا سيدات الندى والسماح، سلام على الشجر المقدسي وستر العباءات عند الصباح، سلام عليكن حين يجيء زمان العصافير أو حين يبدأ عصف الرياح، سلام عليكن في كل وقت، فقد سقط الفرق بين جمال العيون وبين جمال السلاح. سلام عليكن أيتها الرائعات، أيامن تركتن مجد المرايا لكي تلتحقن بمجد النضال. سلام عليكن يا زارعات البنفسج والورد فوق حديد النصال، سلام عليكن يا مرضعات البنادق، يا مشعلات الحرائق، يا صانعات الرجال، سلام عليكن أيتها الواقفات كأشجار ورد بوجه الرزايا، سلام عليكن أيتها الضاحكات أمام حصار المنايا، سلام عليكن يا واهبات الضحايا، ويا من جعلتن أعماركن نزورا وأولادكن لأجل البرايا هدايا، سلام عليكن يا من كسرتن كل المرايا، سلام عليكن يا حاملات الربيع إلينا ويا حاملات السنابل، ويا من بأعينكن تضيء قناديل غزة بريش البلابل، سلام عليكن يا أنجم النصر تلمع فوق جبين المقاتل، سلام عليكن يا حارسات مداخل هذا الزمن، يا بائعات أساورهن ليسلم هذا الوطن، ويا فاتحات ضفائرهن الطويلة حتى ينام الوطن، سلام عليكن يا حاميات الحمى وبحر المروءة والكبرياء، سلام عليكن في ورشة الشغل إن الحمائم أيضاً تجيد البناء، فعند الكرام مكان لكل النساء.
فمن قال أن الحروب تخيف الزباب؟ سلام على السيف في كف أنثى، وقد يصبح السيف أجمل ما تتجمل فيه النساء. سلام عليكن أقامتكن أرى أم عنفوان النخيل. سلام عليكن أيتها المبحرات إلى شاطئ المستحيل. سلام عليكن في زمن عربي يريدون فيه اغتيال الخيول وقتل الصهيل. سلام عليكن في زمن عربي تدافع فيه البراءة عن نفسها وتذبح فيه الطفولة في غزة والخليل. سلام عليكن في زمن عربي تنكر فيه الشقيق وقل الوفاء وغاب الأصيل الأصيل. سلام على الشعر، سلام على الحزن يستوطن الأعين العربية. سلام على أمهات يغردن مثل العصافير في هجمة همجية. سلام على غزة، سلام على غزة الماء، حيث الجليل تقاتل ضد التخلف والجاهلية. سلام على من تبقى من المؤمنين. سلام على كل بيت هناك وكل الطيور الصديقة. سلام لأروع كل المدائن وأشجع كل المدائن وأجمل حروف، أجمل حرف قرأناه في الحروف الأبجدية. سلام عليكن أيتها الثائرات على منطق المدن الحجرية. سلام عليكن يا حاميات العروبة من خنجر الهمجية البربرية. سلام عليكن في الحرب أو في السلام. سلام عليكن في كتب الشعر أو في هديل الحمام. سلام عليكن في شجن المنشدين وسحبات المقام. سلام على شاطئ البحر حيث الحقيقة تضحك دوماً لأهل الغرام. سلام من القلب للفاطمات وللعائشات وللمريمات وللزينبات وللمأذنات تسلقنا فوق ذراع الغمام. ولا تعزلوني إذا ما نسيت، فصعب صعب على العاشقين الكلام. بقى امبارح اللي شاف حلقة امبارح في البرنامج هنا، كان في حفلة كده معمولة على أحمد شعبان، وإحنا كان لينا رأي في البرنامج ده على الاستغناء عن خدمات أحمد شعبان واستبعاده من ملف إدارة الإعلام كما يشاع. وقلنا رأينا هنا امبارح، قلنا إنه ربما دي أحمد شعبان لم يعد رجل المرحلة القادمة، خصوصا بعد ما اتربقت على دماغ عبد الفتاح. خلاص عبد الفتاح لم يعد لديه إلا تغيير سياساته الإعلامية، لأنه في نكسة 67 تم تغيير السياسة الإعلامية وتمت الإطاحة بأحمد سعيد، وعبد الناصر حتى اجتمع مع المثقفين والمفكرين وعمل بقى شاف حلول لعبور الأزمة. وأنا قلت لكم الكلام ده امبارح، قلت إن الأزمة اللي فيها السيسي قد تدفعه لعمل تنفيسة ينفس شوية عن البخار اللي الحلة بتغلي فيه عشان الشارع بيغلي. أنا أفكرك بالجزء ده من حلقة امبارح. إنما الإعلام الفترة الجاية فيما يبدو محتاج شوية تنفيس شوية. شواهد كتيرة جدا شفناها الفترة اللي فاتت دي بتدل على الكلام ده، زي مثلا لقاء الدكتور مدبولي مع الدكتور زياد بهاء الدين. الدكتور أو الأستاذ أحمد الأستاذ زياد بهاء الدين كاتب مجموعة مقالات نارية في المصري اليوم، انتقد فيها مصطفى مدبولي نفسه لما قال اقتصاد الحرب. مسكوا زياد بهاء الدين غلاه ممكن، فشفنا الراجل بيقابله يقول له ان انا بتابع مقالاتك، بل اننا شفنا احمد موسى بيشيد بهذا اللقاء وبيشيد بالاستاذ زياد بهاء الدين. معارضه حلوه، معارضه لطيفه لا تتعدى الخطوط الحمراء، لكن هتعمل يحيى الازاز؟ هتعمل عبد الخالق فاروق؟ هتعمل اشرف عمر؟ هوديك ورا الشمس. معارضة فيها سماح لبعض المطبلاتية بالانتقاد أو بعض المعارضين اللي ممكن يقولوا كلام بس ما يجوش عند الجار. كل ده ممكن تكون عليه علامات
ان احنا داخلين على مرحله تنفيس اعلامي. ده كان كلامي امبارح هنا في البرنامج، ويظهر انها بدات تندع، لانه في كده تحركات على المستوى الامني. ما هي بلد زي مصر تدار، وكل الدول العربيه بتدار بمستوى امني في المقام الاول، لا علمي ولا ديمقراطي. لا توجد دوله عربيه تدار بشكل علمي، هو ما بيدار بشكل امني. ولذا تلاقي اكتر تنسيق عربي ليس بين الجيوش ولا بين الاقتصاد ولا بين اي ولا بين الفن، اكبر تنسيق عربي عربي هو الامني فقط، ملفات امنيه. فيبدو ان في تحرك على المستوى الامني، وتحصل انفراجه ولو محدوده تنفيسا. تفكر المشهد الرائع، انا بحب الفيلم ده جدا، ناس كتير ما تحبوش بس انا بحبه جدا، اسكندريه ليه؟ انا بعشق الفيلم ده، بموت فيه. في المشهد الرائع ده الاستاذ محمود المليجي بيلعب دور محامي خايب، راح يترفع عن احمد زكي فقال له ما تخافش يا ابني مش هكسبها، يعني لما يبعتوا الشباب عمر 18 وبتاع الحرب ويضربوهم بالبومب وعايز نكسبها، لما يغلوا على يكسبوا واحد في ساعه واحده مش عارف كام جنيه ويغلوا على التاني اجره الترماي وعايز نكسبها. وقعد يقول له شويه حاجات كده في مونولوج هايل مكتوب حلو، وطبعا المليجي فاحمد زكي ساله سؤال منطقي جدا، قال له امال انت ليه لما مش تكسبها ليه جاي تدافع عني؟ قال له ايه بقى محمود المليجي؟ قال له هي تنفيسه، يمكن قاضي يديك حكم مخفف، يمكن صحافي يلقط مننا كلمه يقولها، تنفيسه. اللي بيحصل دلوقتي هي التنفيسه دي، انه نفتح شويه المحبس، انفراجه على وشك، هتبدا من السجون بعد ما الشرطه خلت بعض المعتقلين السياسيين يوقعوا على استماره الافراج الشرطي او الشرطي او الشرطي، اللي بتتيح ان السجين ده يخرج في مناسبات زي احتفالات اكتوبر او الاعياد بشرط انه يكون قضى نصف المده. الكلام ده نشره مين؟ العربي الجديد النهارده. توقيع سجناء سياسيين على الافراج الشرطي بانقضاء نصف العقوبه، يوقعوا على التوقيع كده على اسمه ايه ده، هو على الورقه دي، وبعد كده هنفرج عنك. طب ايه هو الافراج الشرطي ده؟ اهو بص 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 المشهد ده، صحافي يلقط منك كلمه نظيفه، قاضي تفلت منه كلمه شجاعه، اي تنفيسه. احنا بنعمل التنفيذه دي بقى. ايه بقى الافراج الشرطي ده؟ السؤال يعني بيطبق على الجنائيين، هل السيسي هيطبقه على السياسيين؟ وهل ده له علاقه بالافراج او الانفراج اللي قلت لكم عليه امبارح ده؟ الحقيقه دي مش مبالغه مني، لان في مواقع وناشطين ومختصين سالوا نفس الاسئله. عربي 21، هل الافراج الشرطي هل يطبق النظام المصري على قواعد الجنائيين عن المعتقلين السياسيين؟ المحامي الحقوقي خالد المصري كتب على صفحته عن توقيع السجناء على الاستمارة دي، وقال ان الاجراء ده قد يكون مقدمة لخروج كتير من المعتقلين، زي ما هو كتب في البوست كده، كتير جدا من المحبوسين في السجون اصحاب الاحكام سواء خفيفة او مشددة وقعوا خلال الايام الماضية على استمارة الافراج الشرطي أو الشرطي، وهي استمارة يتم توقيعها داخل السجون لمن تجاوز نصف المدة من عقوبته، وذلك لعرضهم على لجنة مختصة في مصلحة السجون لبحث ملفاتهم لإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة. الإفراج الشرطي عادة لا يطبق إلا على الجنائيين فقط، ولا يطبق على السياسيين، ولكن الأيام الماضية وعلى غير العادة وقع على هذه الاستمارة أعداد ليست بالقليلة من السياسيين في كثير من السجون، وربما يكون هناك فرق كبير لهم إن شاء الله ولقطاع كبير من المعتقلين. أسأل الله العظيم أن يعجل بالفرج للجميع. لكن أنا بصراحة عندي المثل ده لازم تطبقه، الحداية ما بترميش كتاكيت، بتخطفهم. السيسي اتعودنا منه على اللف والدوران والتراجع والتخبط في القرارات، احيانا ياخد القرار شو اعلامي بس او للظهور قدام المنظمات الدوليه ان احنا دوله ديمقراطيه بتراعي حقوق الانسان. واللي يثبت لك الكلام ده
ان في الوقت اللي بيتعمل فيه الافراج ده والاجراءات دي على السجناء السياسيين بيتم تجديد حبس اشرف عمر لليوم 100 على التوالي. 100 يوم على اشرف عمر رهن الاحتجاز التعسفي ومحاميان الحبس الاحتياطي تحول لهدف لا وسيله. في نفس الوقت وبيتكلم كده افراج شرطي ومشروط وكده تلاقيه بيجدد حبس ناس تضامنت مع فلسطين لبسوا كوفيه او عملوا مظاهره ويتجدد لهم 45 يوم، وده اللي قالته صفحه الاشتراكيين الثوريين. تجديد حبس شادي محمد وشباب قضيه بنر فلسطين 45 يوم. برضه مش بس كده، ده كمان بيستمر في سياسه الاختفاء القسري او الاخفاء القسري لشهور ولسنين لمواطنين معتقلين زي ما حصل مع اسره كامله تم اعتقالها واخفاها قسريا، وده اللي قالته العربي الجديد. تساؤلات عن مصير اسره مصريه كامله 6 أشهر من الاخفاء القسري، ادي صوره الاسره. اسره كامله. اللي بيحصل ده يخليك تشك في اي اجراء بيعمله نظام السيسي، لانه زي ما قلت لك كده ان له اهداف اخرى غير مصلحه الناس. مش بس السيسي اللي بيبحث عن انفراجه ومحاوله تحسين صورته الزباله، لكن كمان الكفيل بتاعه الامارات بتستغل الوضع ده لصالحها عشان تحسن صورتها قدام المصريين. لان الامارات اصبحت قدام المصريين، اسال اي عربي عن صوره الامارات عنده كده، لن تفرق كثيرا عن صوره اسرائيل. فبدا بقى يعمل حاجات كده، يطلع بمشاريع خيريه في بعض المحافظات زي انشائها لمدرسه في احدى قرى كفر الشيخ مثلا. مش بس كده، افتتحت كمان محطه تحليه ميه ومسجد في محافظه البحيره برعايه سفاره الامارات. بس انا عايز افهم الاماراتيين حاجه، يعني حركات القرعه دي ما بتقلش على المصريين خالص. يعني اكتر احتلال اكل المصريين عيش هو الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه في فترات كتيره جدا من تاريخها كانت تعمل اصمته جمع صمات، يعني تاكل، وإشي مهلبيات وإشي قطايف وإشي كنافات. ومع ذلك المصريين ما بقوش شيعة. هو المصريين كده شعب عدى عليه احتلالات كتير جدا، ما ياكلش بالكلام الفاضي ده. يعني هو ينبسط جدا ويفرح جدا، ايوه وناكل ونعيش وبتاع، بس ابقى زيك لا. فانتوا اعملوا مساجد زي ما انتوا عايزين تعملوها، بين المسجد والمسجد مسجد. برضو المصريين هم هتلاقي وجهه نظرهم عنكم انه مش على الاماراتيين، الشعب الاماراتي ده من اطيب شعوب المنطقه يعني. على النظام يعني، على محمد بن زايد، برضو هتفضل عنده منجوس. برضو هتفضل عنده صهيوني. لانه هو شاف الاصل، وشك الاصلي، شافك بتستحوذ وتشتري في ارض مصر. مش هتضحك عليه بقى بقصه مسجد والكلام ده؟ ده احنا عندنا مثل يقول لك ينقض الارض وما يسيبش فرض. اهو ابرز طقوس عيد الفاطميين، يا سلام عليك. انا احب اللي يساعدني في الشغل كده، احب اللي يساعدني في، وبص بيبو ده لعيب لعيب لعيب. المهم يا عم بيبو، خلينا نشوف بقى خدوا ايه. اهو خلينا نشوف بقى خدوا ايه. هم شفناكوا يعني، انت مش تضحك عليا بصنيه كنافه يعني، هياكلها منك المصري وينبسط قوي ويسمعك كلام حلو قوي، بس اللي في قلبه في قلبه. انت عملت معاه كده. اغسطس 24 استحواذ على حصه اغلبيه في شركه سفينه لخدمه الشحن. كل ده بقى يعني انا مش هقعد اقول لك الكلام اللي انا كل يوم اقوله لك ده. انت شفطت مصر يا معلم، احتكرت مصر يا معلم، فما تعمليش يعني. مش هيجي يقول لك دلوقتي انت شعب عظيم، شافك بتعمل ايه في السودان، شافك بتعمل ايه في ليبيا، شافك عملت ايه في اليمن، مش هيجي يقول لك انك انت عمر بن الخطاب يعني. لا انسى القصه دي، انساها. وانا بقول للاخوه في الامارات وفروا فلوسكم، صدقوني والله لو عملتوا كعبه في مصر برضه هيفضل محمد بن زايد والحكم ده في نظر المصريين زي ما هو.
وقت لأكثر من 10 سنين من أديس أبابا لمصر في أزمة سد النهضة، وبعد ما الأسد طلع لبؤة ما بيتاكلش حقه، طلع هو بيتركب، وبعد ما وقف أبي أحمد وقال له قول والله والله، النهاردة بقى أثيوبيا أعلنت عن انتهاء بناء السد 100%. أثيوبيا قالت إحنا كده يا معلم خلصنا السد، وغسلنا ايدينا والعمال اتشطفوا وحاسبنا العمال. بس في حاجه غريبه قوي، ابي احمد اعلن النهارده انتهاء السد بالكامل، لكن لسه من اقل من 20 يوم كان ياسين احمد برضو رئيس المعهد الاثيوبي للسلام كان بيقول ده لسه في ملء سادس. ابي احمد وهو بيعلن عن اكتمال السد بعت رساله طمانه لمصر انها مش هتضر مصر، وده اللي نقلته صفحة فيتو، من إن أثيوبيا بدأت في تجفيف النهر وإنها أغلقت مفيد سد النهضة اللي بيمرر المياه للسودان. والخبر أهو أهو، أثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر والخبراء يكشفون كارثة أديس أبابا تغلق مفيد سد النهضة. بعد إعلان أبي أحمد عن الانتهاء من بناء السد والملء الخامس، السؤال هل بكده انتهت الأزمة؟ مفيش ضرر هيقع على مصر، ولا ده كلام شكله عامل ازاي؟ انا ما بعرفش ولا بفهم في القصه دي، ولكن معنا دائما الرجل المحترم الدكتور محمد حافظ استاذ هندسه السدود. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كيف الحال؟ هو الصوت واطي يا جمال عندي بتاع الدكتور محمد. مش يبدو المشكله عندي انا مش عندك انت. ما فيش مشكله اوكي. كده كويس قوي. دكتور محمد، من كام ساعة أعلن أبي أحمد على حسابه على منصة إكس انتهاء سد النهضة بنسبة 100%، وكانوا بيتكلموا على ملء سادس. فهل الكلام ده له غرض سياسي ولا كلام علمي حقيقي؟ وإيه السر؟ أعتقد الكلام موجه للداخل الأثيوبي أكتر من دولة السودان ومصر، لأن مش ممكن يكون اكتمل بنسبة 100%. ببساطة أنت عندك الكتلة الغربية بالكامل لسه التوربينات بتاعتها ما اشتغلتش، لسه عندها نقص كبير في الميكانيكا ونقص كبير في التوربينات. هي التوربينات موجودة ولكن لم تركب بشكل جديد، فأنت لسه قدامك الكتلة الغربية، وبينما الكتلة الشرقية تقريبا نص التوربينات اشتغلت فيها، يعني فيها 4 من 7 اشتغلوا. فالقول بانها 100% لا اعتقد دوا يعني قول مجازي يستهدف فيه الداخل الاثيوبي، ولكن علميا وفنيا لا اعتقد ذلك. في عنده على الاقل حوالي 50% من التجهيزات الميكانيكيه والكهربائيه لسه ما اشتغلتش، ولسه قدامها على الاقل سنه عشان تشتغل بكامل قوتها. والانشائيه ممكن نقول نتفق معاه ان تقريبا الانشائيه ممكن تكون او الخرسانيه ممكن تكون 100%، انما الاجزاء الميكانيكيه والكهربائيه اعتقد انها ما تزيدش عن ما بين 50 ل 60%. طيب ابي احمد قال او يعني في كلام انه ما فيش ضرر لمصر والسودان والكلام ده، اين الاثار الكارثيه اللي كنتوا بتحذرون منها يا دكتور خلال السنوات اللي فاتت، ام ان الامور مرت بسلام؟ ما يعني هو من سموها ايه، من قدر ربنا اللطيف علينا، ان في بدايه من سنه 19 تقريبا لغايه السنه دي، ال5 سنين الماضيه دي كلها كانت خاضعه لما سبق ان ذكرته ظاهره لانينا. ولانينا بتجيب لك حوالي من 25 ل 30% زياده عن المتوسط السنوي. يعني انت لو بيجي لك في المتوسط السنوي حوالي 50 مليار متر مكعب عند الحدود السودانيه الاثيوبيه، لا ده بيزيد عليها حوالي 25، يعني بتوصل لحوالي 62 مليار خلال السنوات الماضيه دي. ولذلك ما كانش في تاثير قوي فعلا، وكنا بنضطر ان احنا نفتح مفيد توشكا. ولكن هل من يضمن لنا ان ظاهره اللانينا سوف تستمر للسنه الجايه حتى؟ يعني هي يعني السنة اللي فاتت في 23 حصلت ظاهرة النينو اللي هي الجفاف حوالي 9 أشهر بس، وبعد كده جت لانينا كملتها. فموضوع الجفاف والفيضانات اللي فوق المتوسطة دي
بيد الله، محدش يقدر يعني اسيبها ما تقولش احنا لنا فضل فيها، لا دي بقدر الله، او ما كانش تقدر انها يعني تحجز المياه علينا لانها كانت مياه كتيره. فهي قضيه حاليا ان لازم وجود اتفاق ملزم ما بين الدول الثلاثه في حاله الجفاف، وفي حاله الجفاف الممتد يا اسيوبيا هتعملي معانا ايه؟ احنا متشكرين جدا ان ربنا وفقنا خلال الخمس سنوات الماضيه كان المتوسط او المياه اللي بتيجي فوق المتوسط، بالاضافه الى ما جاء لمصر من حصه السودان والتي وصلت منذ بدايه الحرب الاهليه حتى اليوم لقرابه حوالي 30 مليار متر مكعب دخلت في بحيره ناصر، فطبعا دي اثرت كتير جدا في ان مصر لم تتاثر. فانما لو توقف الحرب في السودان وبدات السدود السودانيه تخزن، فعندئذ لا هتلاقي في مشاكل كبيره. فيعني من رحمه ربنا ان ربنا جمع حاجتين لصالح الدوله المصريه، الاول اللي هي ان الفيضانات هذه السنه الخمس سنوات الماضيه كانت تابعه للانينا، وحاجه ثانيه ان السودان ما بتخزنش نقطه ميه في السدود بتاعتها، فطبعا ده غير التوقعات كلها. طيب دكتور معلش، برضو قالوا انه بالتزامن مع اعلان ابي احمد عن اكتمال السد، صحيفه فيتو المصريه نشرت ان اثيوبيا بدات في تجفيف النهر وغلق مفيد سد النهضه. لا انا فاهم يعني ايه تجفيف النهر، انا اعرف تجفيف العنب تجفيف العنب، لكن ايه تجفيف النهر وما خطورتها وايه بقى حكايه غلق المفيد دي؟ ما هو دي النقطة الجوهرية في المشكلة ما بين أثيوبيا والسودان تحديدا مش مصر، إن أثيوبيا ما بتديش للسودان بيانات أنا الأسبوع الجاي هعمل إيه. هو ما فيش سودان أصلا. طب يا دكتور يعني هو لو افترضنا ده كلام من أيام ما كان في حكومة سودانية، دي كانت نقطة الاختلاف كويس، يعني دي النقطة اللي سموها الدائمة إن الأسبوع الجاي هطلع مية قد إيه. فهي النهارده بتشتغل بمزاجها، النهارده قفلت المفيد اللي كان بيجيب للسودان حوالي 200 مليون او 250 مليون في اليوم متر مكعب، النهارده قفلته، طب ما فيش منفذ ثاني للميه غير التوربينات، هي شغاله النهارده عندها اربع توربينات وممكن انها بتولد يعني لو شغلتهم كلهم ممكن تطلع حوالي 1200 او 1300 ميجا وات، ولكن هي بتشغلهم بتشغلهم امتى؟ زي ما قلت لحضرتك في اللقاء الاخر السابق انها بتشغلها في ساعه الذروه، يعني ممكن كل يوم تشغله التوربينات دي 5 6 ساعات 10 ساعات 12 ساعه. فطبعا ده ما بيخليش الكميه اللي بتوصل لسد الرصيره في السودان كافيه. انما لما تكون انت فاتح المفيض، لا المفيض بيطلع ميه اكتر من الميه اللي بيجيبها التوربينات لانها بيبقوا شغاله 24 ساعه. فدي القصه انها يعني بتطلع ميه على مزاجها دون انها تاخذ في الاعتبار متطلبات دوله السودان على الاقل. هي تفتح وقت ما تفتح، تقفل وقت ما تقفل، تطلع الميه اللي هي عايزاها. فهو بالظبط كده ان سد النهضه تحول الى حنفية على الحدود السودانية تفتحها وتقفلها أثيوبيا كما تشاء. طيب دكتور معلش، كانت أنا قريت خبر قريب معرفش ده أنا متلخبط فيه، إنه في شهر 10 اللي فات ده اللي احنا فيه ده أو اللي خلص دلوقتي إنه في زلزال بقوة 4.9 في منطقة اسمها أواش فانتالي. هو ده زلزال قديم ولا ده جديد؟ خليني أركز على نقطة هنا. نتيجة التطور والتمدن اللي حصل في أثيوبيا على مدار الخمس سنوات الماضية، ده تطلب تثبيت أجهزة رصد زلازل كتيرة. فمعظم المنشآت الجديدة التي تم إنشائها على مدار الخمس سنوات الماضية بيحطوا جهاز رصد زلازل فيها. فالنهاردة أصبح في إمكانية لرصد عدد كبير من الزلازل كانت بتقع في السنوات الماضيه ولكن ما كناش بنرصدها. فلما حد يطلع يقول لك في زياده في معدلات الزلازل، لا هو ما فيش زياده في معدلات الزياده، هو في الزلازل، هو في زياده في معدلات رصد الزلازل بعد تركيب كل الاجهزه اللي ركبتها اثيوبيا على مدار الخمس سنوات الماضيه. فحدوث زلزال او كل يوم يطلع تصريح يقول لك امبارح حصل زلزال، ايوه اثيوبيا دوله زي اليابان، دوله براكين وزلازل،
ومتوقع حدوث زلازل كتيرة نسمع عنها، قبل كده ما كناش بنسمع عنها. فالقول بأن في معدلات كتيرة للزلازل دي بسبب الأجهزة الجديدة اللي ركبتها أسيبي على المدار الخمس سنوات الماضية، وحدوث زلزال بأربعة وتسعة من عشرة أو حتى بخمسة زي ما قلت لحضرتك، خمسة ريختر يعني 3% من طاقة قنبلة هيروشيما، فلما تقع على بعد 600 كيلو من سد النهضة بالتأكيد لا يمكن أنها تؤثر على سد النهضة. فمتابعة الزلازل والتركيز الإعلامي المصري على الزلازل دي يعني شغلانة اللي ملهوش شغلانة يعني كويس، لأنه معروف على 600 كيلو مش ممكن يؤثر على سد النهضة، ولما يكون حتى بطاقة 5 ريختر، 5 ريختر يعني 3% من طاقة هيروشيما، كلام فاضي يعني لا يمكن أن يؤثر على سد النهضة. فطبعا الترويج الإعلامي لكثرة زيادة الزلازل وكلام من ده أعتقد أنه هو تضيع وقت، يعني ما الإعلام المصري بيحب بس أنه هو يخلي قضية سد النهضة أمر مخيف للشعب المصري بشكل دائم. لا أمر مخيف ولا أمر مطمئن، لأنه أنا ساعات أشوف كده وساعات أشوف كده. لا من حيث الزلازل اللي بتقع على 600 كيلو لا ده أمر مطمئن، لا يمكن أن يؤثر. وكما لا 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 أنا مش بتكلم عليك أنت دكتور علميا، بتكلم أنت بتقول الإعلام المصري بيحاول يصور للشعب المصري أنه موضوع السد ده موضوع مخيف أمر مخيف، فأنا بسألك هو بيحاول يخليه أمر مخيف ولا بيهون منه؟ لا هو بيديهم امل ان الزلازل اللي بتقع على بعد 600 كيلو في الصدع الافريقي ستؤدي الى انهيار السد، وانا اثبتت لحضرتك في لقائنا السابق بان لا يمكن على بعد 600 كيلو هذا ممكن ان يؤدي الى حدوث اي انهيارات للسد. ما لم يكون الزلزال واقع داخل البحيره نتيجه فتح الفوالق اللي موجوده تحت سد النهضه بسبب الضغط المائي، وهذا ممكن يسبب زلزال جوه البحيرة بحوالي 5-5.5-6 ريختر، ده هو الذي ممكن أن يؤدي إلى توليد أي زلزال الضغط. خارج القصة دي ملوش أي تأثير، ملوش أي تأثير. طيب لا تكون جوه البحيرة. طيب دكتور الوضع الحالي بقى، سيبك من تصريحات أبي أحمد أو المسؤولين الإثيوبيين أو تصريحات الجانب المصري المخابراتي، إنما نتكلم علميا، إحنا دلوقتي بقينا في شهر خلصنا 10 مش كده؟ النهاردة 31/10 والتوقيت في مصر هينزل ساعة، كل سنة وأنت طيب. إيه بقى؟ يعني هل رحمة ربنا ولطفه هتفضل مغطيانا كده كتير ولا يعني إيه؟ الأخبار إيه؟ ما ربنا بيمهل، ربنا بيمهل. فماهل ربنا بيعمل ايه؟ ربنا بيعمل ايه مش سامع؟ يمهل. اوكي تمام كويس. فاحنا النهارده سعداء بالقدر الالهي ان هو بيوفر لاثيوبيا ميه وبيوفر لنا ميه في ان واحد، وفي نفس الوقت بيمنع السودان من انها تخزن ميه. فدي بقى لابد انها تكون فتره لايجاد حل. فانما ان انت نتوقع ان الامر ده سيستمر أعتقد لا، لأن من خلال الدراسات الهيدرولوجية للنيل الأزرق لا، ده الموضوع ممكن يكون بسبب فترات الفيضانات الكبيرة دي تفاجأ بعد كده بعشر سنين جفاف زي ما حصل ما بين سنة 78 و88. فربنا بيدينا فترة من الرحمة إن احنا نشوف لنا حل مع أثيوبيا، ولكن لو أهملنا هذا الأمر وبدأ الجفاف يبدأ زي ما بدأ سنة 78 وقعد 10 سنين، لا احنا هتبقى في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. فلعل وعسى ان يطير فترة الفيضانات العالية الى حين الحصول على اتفاقية ملزمة ما بين مصر وأثيوبيا تحدد كميات المية التي يجب ان تصل لمصر خلال فترة الجفاف والجفاف الممتد. بدون الوصول لهذا الاتفاق ده هيبقى مشكلة كبيرة جدا على الدولة المصرية. الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بشكرك جدا يا فندم. تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. نتمنى طبعا أنه ما يكونش في أي تأثير لسد النهضة مضر لا بالسودان ولا بمصر. اللي بعده. نرجع تاني لموضوع السفينة كاثرين اللي محملة بمتفجرات.
أنا قلت لحضرتك إن السفينة دي بقالها أسابيع في البحر، مش أنا اللي قلت، الخيوط كلها وتتبع السفينة قال إنها بقالها كتير في البحر أو في المحيط يعني. وقلت لحضرتك إنها من يوم 28 ما لقيتش دولة تستقبلها، وإنه كل الوثائق بتقول إن مصر استقبلتها. وقلت لحضرتك إن اللي طلع دافع ونفى في البداية هي اللجان. من يوم 28 امبارح والنهاردة اللجان، النهاردة طلع مصدر رسمي مش مذكور اسمه، طلع فين النهاردة؟ من شوية، من ساعة، طلع على قناة الإخبارية الفاشلة بتاعت أحمد الطهري اللي صرف عليها مليارات ولم تؤتي ثمارها بتعريفة. وقالت موقع قناة القاهرة الإخبارية إنه صرح مصدر رسمي بإنه لا صحة للسفينة. ولو رجعت المقدمة اللي كانت من شوية بس دي، قلت لك إيه مصدر رسمي؟ فين وزارة الدفاع؟ فين الناس دي؟ أنا قلت كده بالنص في المقدمة. جاءنا الخبر التالي، عاجل القاهرة الإخبارية مصدر رفيع المستوى لا صحة، ده اللي كان الأول. اللي بعده بقى صفحة المتحدث العسكري، أنا لسه من ربع ساعة علقت على القاهرة الإخبارية اللي قالت لك صرح مصدر رسمي، قلت لهم مين المصدر؟ ما يصرح الجيش. راح طالع على طول المتحدث العسكري قال لك إيه بقى؟ تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم الترويج من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، ونؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل. وإذ تهيب بالجميع أو نهيب يعني تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدرات والزود عن شعب مصر. حلو قوي. طيب راح تطلع بقى منظمة العفو الدولية، سمحت الحكومة المصرية للسفينة ام في كاثرين التي ترفع العلم الألماني والتي يعتقد أنها تحمل متفجرات متوجهة إلى إسرائيل بالرسو والتفريغ في ميناء اسكندرية يوم الاثنين. النهاردة ايه يا بيه؟ النهاردة الخميس. من يوم الاثنين كنت نامين فين يا متحدث عسكري؟ تبادي صفحة منظمة العفو الدولية، انتوا بتكذبوا الخرائط، انتوا بتكذبوا المواقع البحرية، مش معقول والله العظيم. انا مش مصدق يعني سجين يموت، معتقل يموت جوه السجن، تقولوا اصل دورة دموية وهبوط في الدم. نصدق في بهايم تصدق؟ انما يا رجل ده مواقع، المواقع العالمية بتاعت مسارات السفن، جايبة السفينة وجايبة المينا وجايبة الرصيف. بعد الكلام ده من يوم الاثنين، حضرتك جاي دلوقتي حالا اهو من 21 دقيقة جاي تكذب، جاي تنفي. يا راجل اتقوا الله في نفسكم بقى، اتقوا الله في نفسكم في نفسكم. انما طلعت لهم منظمة العفو الدولية قالت لهم لا، السفينة كانت ورست في اسكندرية قابل وقعت فوق. كذب. المحامي المصري احمد ابو العيلة ماضي، تقدمنا ببلاغ عاجل للنائب العام بشأن السفينة كاثرين التي استقبلها ميناء الإسكندرية وتحمل مواد متفجرة متوجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. النائب العام على كل حال قابل وقعد بقى عن النفي اللي هيحصل، واللي جان تطلع تشتم، والفيتو بكرة تكتب، وهيحصل فرح، بس أنا هكون أجازة. برضو امبارح هنا قلت لك تعليق على بيع بحيرة البردويل، ان السيسي دلوقتي مشغول بانقاذ رقبته من حبل الثورة، لانه في الشطرنج في لعبة كده بيحصل، انه كش ملك دي، انه الملك لو اتحرك كده يموت، لو اتحرك كده يموت، اللي هي مخنوق، تودي الملك كده مات، توديه كده مات، وانت من غير ما تعمل اي حاجه تحاصره كده. الصندوق عمل كده مع صندوق النقد، حتى الان انا بقول اهو، حتى الان عمل كده مع السيسي.
لو جه الشعب وطبق إجراءات الصندوق على الشعب بحذافيرها، الشعب هيطلع ياكله. ولو طبق إجراءات الصندوق على الجيش وسحب الجيش من الاستثمارات والاقتصاد، هيطلعوا حرامية الجيش ياكلوه. ملوش حل، يا إما مطرقة الشعب يا إما سندان الجيش، شوف لك موتة. فهو دلوقتي كل اللي شغله إنقاذ رقبته، هو يعني مش فارق معاه بقى مين يبيع مين يشتري، مش فارق معايا حاجة غير إن رقبته تنقذ. أنا قلت الكلام ده امبارح. هو السيسي ضمان مبرم بأنه فاشل. يعني السيسي كان أول ما جه كان عنده أمل يعمل حاجة تبقى زي محمد علي كده، لكنه فشل. العاصمة الإدارية والعالمين والجو ده، وفشل فشل ذريع. فالسيسي دلوقتي لا يعمل من أجل نجاحه، هو يعمل من أجل الحفاظ على رقبته بره حبل المشنعة. فالسيسي دلوقتي مش بيحمي استثمارات الإمارات، ولا بيحمي مشاريعه هو، ولا بيحقق رغباته خالص. ما يفعله السيسي الآن في مصر هو حماية رقبته من المشنعة، مش هو بس، هو وولاده واللي حواليه. السيسي بقاله سنتين ثلاثة كده كل اللي بيعمله انه ازاي يعمل سيناريو يفلت بيه من اي ثورة، يفلت بيه من اي محاكمة، يفلت بيه من اي قلة قيمة. بس انا قلت كده امبارح ولا زلت مصر عليه. تحت ضغط السوشيال ميديا والاسئلة عن محادثة البردويل ومين اشتراها، راح تطلع الحكومة كالعادة تنفي، وبرضه جملة وتفصيلا، وقالت دي كل دي اشاعات والبردويل واحنا اخوات. قالت كده، مفيش حاجة اسمها نبيع البردويل دي خالص، لا 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 لا. بس هي خدت قرار في الموضوع ده اهو، الحكومة تصدر قرار بتطوير بحيرة البردويل وتنفي بيعها. كلام جميل، كلام جميل جدا. طب تسندها، التطوير ده يسند لمين؟ للجيش. الجيش اهو الحكومة تعلن تولي جهاز تابع للقوات، او شايل بطيخ ولا ايه؟ للقوات الجوية مسؤولية القوات الجوية. القوات الجوية ازاي؟ ايه علاقة القوات الجوية بتنمية بحيرة البردويل؟ دي مية وده سحاب، اللي جاب القلعة جنب البحر ده كلام. القوات الجوية، أنا شفته صح، القوات الجوية أهو، القوات الجوية دي تعمل أبحاث عن الاف 16 الاف 35، منظومة دفاع جوي، طيرانات التدريب، إيه علاقتها بالسمك والبحيرة البردويل؟ طب معلش، هو أخبار قائد خط الجمبري إيه؟ معلش برضو بنسأل على الأستاذ اللي كان قائد بحيرة غليون، يا ترى قدروا يطوروا البحيرة دي؟ ويا ترى السمك رخص؟ فاكرين انتوا المشهد ده؟ يا أخي أنا شفت عجايب، بس لسه السيسي بيدهشني والله. يعني انت الفيديوهات دي على فكرة لازم الأجيال ترجع لها، لأنه في واحد قال لهم مقاتل دي يعني معارك وحرب ونبلم وتفجيرات وتي ان تي. مقدم مقاتل قائد خط التلج، يعني ازاي الاثنين يركبوا على بعض؟ مقدم مقاتل قائد خط التلج، والله هو الراجل ده، اسمع كده ازاي خد يا معلم، انت ازاي كده، انت جبتها ازاي، عملتوها ازاي دي؟ مقدم مقاتل قائد خط التلج، ده احنا في صحراء، هتحاربوا بعض بايه؟ بكتل التلج. ده السيسي مرمط بالجيش الارض. فين الناس دي بقى؟ فين القادة المقاتلين
خط التلج ومصنع الحاجات وقائد خط الجمبري، هتطوروا بحيرة غليون، بحيرة البردويل. بمناسبة غليون، أفكرك بقى بفيديو بحيرة غليون اللي السمك كان ب 8 9 جنيه، سمك ابن لذينة بتصطاده أكتر من مرة. كان السمك كده، سمك ابن لذينة تصطاده وترجع تصطاده تاني، والله سمك جرافيك، سمك بلاي ستيشن. أنا بقى السؤال كان بكام كيلو السمك في 2017؟ طب النهارده بقى بكام؟ اسأل نفسك أنت كمواطن مصري. أهو في 6 يوليو 2018 المشروعات القومية تخفض أسعار السمك 40%. يا فجرة يا سفلة، رسوم تصدير الأسماك وراء خفض الأسعار، يا سفلة. منتجات بركة غليون تجبر أسواق كفر الشيخ على التخفيض، يا جبنة. طب النهاردة بكام بقى سمك؟ فين بقى الحاجات دي؟ فين يا بيه الحاجات دي؟ قاعد تقول لي خط مقاتل وبحيرة غليون وجايب لي عساكر جيش مش عارفين يصطادوا وماسكين الشبك وعملوا بروفات على القصة دي 40,000 مرة. أسعار السمك ولعت، جاي تقول لي دلوقتي تاني القوات الجوية هتطور بحيرة البردويل بأمارة ايه؟ دي قوات جوية، بحيرة بردويل. وانتوا عملتوا ميكس ازاي كده؟ زي قائد مقاتل خط التلج، انتوا ازاي بتعملوا كده؟ ولا دي الإتاوة بتاع الجوية؟ ما هي الجوية يعني ما شافتش حاجة يا عيني ولا حاجة، فطلع القوات الجوية زعلت وقالت له احنا ايه يا عم، مالناش في الحاجات دي ولا ايه؟ ده احنا برضو رجالتك يا ريس، بصلنا اي مشروع. قال لهم خلاص البردويل بتاعتكم. لكن ده لو هتاخدها البردويل فعلا، القوات الجوية في حالة غموض للي بيحصل في القصة دي. حالة ايه؟ اقول تاني، غموض. والغريبة اني ما تصدقش قالت ان البحيرة، مش بس ما تصدقش، ده السكان امبارح عرضنا لكم قالوا ده ممنوع فيها الصيد بقاله مدة، ونقلت صفحة ما تصدقش شهود عيان على انه الصيد ممنوع فيها. ادي البوست اهو، تدوينة منتشرة بشكل كبير على منصة اكس، مبروك للمصير الامارات هتاخد البردويل، الصيد لم يتوقف في البردويل اكيد. اكد انت بتجري ليه؟ طب انا اقرا ازاي؟ انت بتراهني يعني اقرا يا ريس يا استاذ؟ اكد صياد وتجار اسماك يعملون ان البحيره مفتوحه للصيد ولم توجه لهم اي تعليمات بوقف الصيد فيها واغلاقها. يبدا موسم الصيد في البردويل في كل عام بنهايه شهر ابريل ويستمر حتى ديسمبر. وقال صياد انه لا توجد اي تعليمات بوقف الصيد، وابهو وتعرف باسم البوز، بيبدا عملها من صباح، ويحسب حسب الصياد تبدا العطله الاسبوعيه كذا. ونفت الحكومة بيع البردويل للإمارات. اللي بعده، أنشأ جهاز مستقبل مصر التنمية المستدامة لقرار رئيس الجمهورية التابع لقوات الجوية المصرية. بيعمل إيه بقى ده؟ ده اللي اتقال. لكن إحنا بقى لقينا بوستات لصيادين سنويين بتقول عكس الكلام ده خالص. اتفضل يا بيه، اتفضل. بحيرة البردويل الوضع سيء للغاية، السادة النواب رجاء التدخل. اللي بعده، اللي بيحصل اخبار شمال سيناء، اللي بيحصل في بحيره البردويل خراب لكل بيت سيناء، اين المحافظ لانقاذ الصيادين من هذه المشكله؟ اللي بعده، لان البوستات كده تضارب مخيف جدا مع نقص الشفافيه. قلت لك الشفافيه لا توجد في مصر الا في مهرجان الجونه. عايز شفافيه؟ روح مهرجان الجونه. غير كده في نقاب، يلزمك نقاب اول ما تسيب الجونه على طول وتخش الدلتا، دور لك على اي انقاذ في اي محل او استلف. تضارب رهيب، رغم ان البحيره مهمه جدا وموقعها استراتيجي، خلى ناس عاقلين كتير يطالبوا بتوضيح اكتر. هي راحت فعلا للقوات الجويه ولا القوات الجويه دي هتلعب دور طلعت مصطفى في الفنادق الاثريه لما اشتراها طلعت مصطفى وباعها للامارات؟ حد فاكر اللعبه السخيفه دي؟ باعوا مجموعه فنادق لطلعت مصطفى على طول يا معلم، طلعت بقى على الامارات. فانت هتقول لي قوات جويه وبعدين تروح للامارات؟ انت بعتها فعلا؟ بوستات بتطالب بالشفافيه بس وتحذير من بيعها بسبب موقعها الاستراتيجي، خاصه ان كل ده بيحصل مع وجود مريب لوفد اماراتي في سيناء.
بقاله اكتر من شهر. ادي منى الزملوطه اهي امبارح جبناها، الاخبار المتداوله عن بيع بحيره البردويه للامارات لا تقف عند كونها استثمارا ولكنها لموقعها الجيوسياسي. وادي الاستاذ اهو بعد انفاق 120 مليون دولار لتطويرها انباء عن تسليم بحيره البردويه للامارات للاستثمار ومنع 5000 صياد من الصيد فيها بمساعده العرجاني. احمد فتحي، اغلاق بحيره البردويه بمحافظه شمال سيناء امام كافه انشطه الصيد الى اجل غير مسمى بدون ابداء الاسباب. اهو دي شهود عيان، دي شهود عيان. الخلاصه يا حضرات عشان ما نطولش في القصه دي، انا لا استبعد بيع اي حاجه. الراجل باع وبيبيع وهيفضل يبيع. هذا الرجل لم يعد لديه مشروع لمصر خالص. الرجل ده مشروعه الوحيد دلوقتي هو انه يهرب من مطرقه الشعب وسندان الجيش بس، لان الاثنين دول سكوت الشعب عليه وانبطاح الشعب بالطريقه دي وخوفه الفظيع المرعب ادى للسيسي فرصه يعمل عايزه. في نفس الوقت لصوص الجيش اللي شغاله هي الحقيقه اللي ساكته، يعني هي اللي بتستردها بتكسب من وراها وخلاص. الراجل قاعد ليه تتمنى حال لما حالهم افضل؟ فانا لا استبعد انه يبيع. انا ما عنديش وثيقه بتقول انه باع، لكن لا استبعد انه يبيع اي حته غاليه في مصر. وبجد بجد اتمنى المره دي من كل قلبي ان موضوع بيع بحيره البردويل يطلع اشاعه. اللي بعده، ربنا يجعل كلامنا خفيف على اخواننا الاقباط، لان هم الحقيقه حساسين قوي قوي، خاصة إذا كانت الكلام هيمس شخصية مهمة زي شخصية البابا توادروس اللي لأمر ما بدأ يتحول إلى أحمد موسى. والله من أيام الانقلاب العسكري والبابا توادروس عمال يؤدي جرعات مخدرات لإخواننا الأقباط تنسيهم الهم والغلا اللي هم عايشين فيه كشأن كل المصريين. في عزة الأربعاء امبارح للأقباط فجأة البابا توادروس كده قلب العظة وكلم الناس اللي متضايقين من حياتهم وقال لهم إنه ربنا هيبعت لهم خيرات كتير. أهو الخبر أهو قدام حضرتك، خبر المتضايقون اشبعهم بالخيرات. عزة البابا توادروس في اجتماع الأربعاء. وطبعا البازا فندي لازم ينشر الحاجات دي لان البازا فندي بقى متحدث باسم الكنيسه، لا متحدث باسم البابا توادروس. اللقاءات مع البابا توادروس الحقيقه ونعمه بالله ابونا، ونعمه بالله ربنا ما بينساش عبده ابدا. هي العزه دي بتاعت المتضايقون اشبعهم بالخيرات دي تقدر تترجمها بالبلدي كده ان ربنا بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. ربك ما بينساش حد ابدا. يرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. هي العزة كده يعني. ربنا يعني كل مخلوق له رزقه حتى النملة في جحرها. لكن هو يا قداسة البابا هو ده اسمه ايه؟ مش ضحك على شعب الكنيسة؟ مش كفاية مخدرات بقى عمال تعلق لهم محاليل الآمال بأنه انتظروا الحل الإلهي؟ طب ما بيتحركوش ليه؟ وبدون ما تكلمهم عن اللي وصلهم للحال المزري ده اللي زي الزفت اللي كل المصريين بيعانوا منه مش بس الاقباط. انا سالت حتى زمايلي في الاعداد، قلت لهم يا جماعه هو ايه اللي ممسوك على قداسه البابا توادروس عشان النظام يقعد يجيبه كده عامل زي المساحه بتاع الازاز كده لما يتوسخ تجيب في ايه؟ هو قداستك في ايه المشكله عندك؟ بقالك من 2013 من ساعه ما قلت لشعب الكنيسه نعم تجلب النعم والناس ما شافتش نعم. ناحيه الدين على جنب، انا بتكلم على موقف دلوقتي ماليش علاقه. انا لا اعرف البابا توادروس شخصيا واكن كل الاحترام والتقدير لعظمه وتاريخ الكنيسه المصريه، محدش يجادلني في دي،
اللي أنا بعتبرها واحدة من قوى مصر الناعمة. تاريخ الأقباط، تاريخ في مصر، تاريخ كبير. لا وتاريخ إيه بقى؟ تاريخ الأقباط في مصر، أنت لما تشوف تاريخ الكنيسة القبطية تلاقيها تاريخ ضد الظلم، تاريخ تحرر. هو ده تاريخ الكنيسة. دفعوا آلاف الشهداء ضد الرومان عشان مذهب، بس اختلاف في المذهب، ودفعوا آلاف الشهداء قبل حتى الرومان ما يبقوا مسيحيين عشان الديانة. يعني جاء حضرتك بقيت أحمد موسى وتوزع مخدر كريم قوي ومحاليل أمال. إيه السبب؟ لم تصدق لك كلمة بخصوص حال المصريين من 2013 يوم أنا رفعت شعار نعم تجلب النعم. والنبي جيب لي البيدة بيبو، بيبو يا سلام، يا سلام عليك يا بيبو، يا سلام. احنا حب اللي فهمني كده، قول نعم يزيد النعم يا سيدي. أكتب إليكم أيها الأحباء كمواطن مصري يعشق تراب هذا البلد الذي تقدس بزيارة السيد المسيح مع العائلة المقدسة في السنوات الأولى من القرن الأول الميلادي. بلادنا الأصيلة وشعبنا المصري الأصيل له سمات وخط حلو قوي ينفرد بها بين بلاد العالم كله، وقد جعلت منه صاحب طبيعة فريدة في العالم إلى آخره يعني. وفي الآونة الأخيرة تعرضت مصر العزيزة، مصر العزيزة لي وطن أحبها وأحب الكفن، كان شعار كده بيقولوا على من إنجليزي يعني. فين ده؟ ده من 2013. اديني أمارة واحدة على إن أنت كلامك صادق. وعمال تقول لهم اسكتوا، نعم تجلب النعم، نعم قول نعم يا زيد. ده كان بيقول نعم ليه؟ لما السيسي ترشح في 2014 فاستضافوه في التلفزيون، هتلاقيه فيديو على فكرة، فقال نعم تجلب النعم أو تزيد النعم. فين النعم؟ مفيش أي نعم خالص. عمال الشعب القبطي يقول نعم من 2013. إيه بقى السبب؟ هل السبب إنك أنت بدأت تبني كنائس كتيرة جدا وأنت كنت محروم من دي يعني؟ طب والكنائس هنعمل بيها إيه؟ هناكل بيها ونشرب؟ كنيسة المواطن القبطي هي قلبه. إيه هنعمل إيه بالكنائس يعني؟ الأب المكلوم اللي مش عارف يصرف على عياله هياكل كنيسة؟ هيجيب لعياله كنيسة؟ ما هو برضو يعني الدنيا برضو مش كده يعني. ولا بسبب دعم قداستك أو دعم النظام لقداستك في مواجهة الأصوات اللي ضدك في الكنيسة، زي الأنبا أبانوب بتاع كنيسة المقطم. نسمع كده. المسيحيين بيهاجموا البابا توادرس بسبب الأنبا أبانوب، ده كاهن تابع للأنبا أغاثون، بالمناسبة بيستغل فيديو الطفل عشان يقوم الدنيا ضد البابا. على ابن الطاعة تحل البركة يا قمص أنجيليوس، بلاش استعطاب بالأطفال ما يصحش كله كده يعني. بتقوم المسيحيين على البابا، بتقوم المسيحيين على البابا بالمنظر ده على السوشيال ميديا وشطب. في ايه في الكنيسه؟ جوه الكنيسه عامل مشكله، فانت النظام واقف معاك ضد المعارضين، فحضرتك مبسوط وعمال تطبل النظام يعني. هي ايه مشكله جوه الكنيسه؟ وادي جراف تصريحات الانبا توادرس او البابا توادرس. ارجوكم انتبهوا من صفحات الاثاره والسوداويه، لان الهدف منها ان تقسم الكنيسه. خد بالك، خليك ناصح ولا تشارك في نقل مثل هذه الشائعات والأكاذيب والأفكار الفاسدة التي يرددونها. شعب المقطم شعب مبارك ويحافظ على كنيسته الأرثوذكسية. ونيافة الأنبا أبانوب قدم استقالته دون إجبار، واستقالته محل دراسة من جانبنا حاليا. وما تردد عن صيامة كهنة ذوي ميول غير أرثوذكسية أو يوم صلاة عالمي في المقطم، كلها أكاذيب في صفحات الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تستمعوا إلى كذيب. وأبوابنا مفتوحة للجميع. أسقف المقطم هو أسقف عام في إبراشية البابا، تولى مهمته بتكليف مباشر دون تسكيات
وخدمته شهدت ضعفات إلى آخره. امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع بالعديد من الروايات والأكاذيب، منها مثلا استقالته. فهل الخلاف ده وخلافات أخرى خليتك على طول شغال في توزيع المخدرات؟ قداستك بقت نسخة من أحمد موسى ونشأت الدين. طب تقدر تقول لنا يا قداسة البابا إنه واحد مواطن قبطي بقى مصري مسلم مش مهم قاعد في الشارع وماسك بنزين في إيده وعايز يولع في نفسه وفي عياله لأنه مش لاقي ياكل ولا يأكل عياله، هتعمل له إيه؟ يعني نقول له إيه؟ نقول له استنى الفرج من السماء، السماء ستمطر غدا ذهب وفضة وعيش ولبن ولحمة، ولا نقول له إيه؟ رغم إنه اللي بيحكمه قاعد فوق في قصور وبيبني قصور هو وعياله عايشين في رغد الحياة، نقول له إيه؟ نقول إيه اللي جوعه وخلاه عايز يولع في نفسه وفي عياله؟ مش نقدر نقول له أنت السبب اللي وصلت الشعب للدرجة دي؟ اللي بتعمله يا قداسة البابا مخدرات، بتخدر بيها الناس عشان محدش يتكلم ولا يطالب بحقه ولا يقول له الظلم أنت السبب، أو للظالم يعني أنت السبب. وزي ما بابا يعني بابا الأقباط بيوزع بيروج مخدرات، الحكومة نفسها هي أكبر مروج للمخدرات اللي بتضحك بيها الشعب. زي التصريح ده، النجاح في تخفيض الدين ل 152 مليار دولار يعني أننا في الطريق الصحيح. عيش بقى 152 مليار. طبعا السيسي وحكومته عاملين زيطة وزنبليطة على نزول الرقم الإجمالي للديون الخارجية من إيه إلى 152 مليار دولار، ونسيوا النزول ده كان سببه البيع، عمليات البيع الكبيرة اللي تمت في الأراضي المصرية والأصول والشركات والمصانع اللي اتقفلت والمصانع اللي اتفكت واتباعت روبيكيا اللي اشترتها الإمارات واللي السيسي بيسدد منها الديون دي. ما يقولوش كده، يقولك نزلنا الدين، لكن الحقيقة ان كل الفلوس والمليارات اللي دخلت البلد المواطن ما استفادش منها بحاجة، كلها راحت من ديون الى ديون اخرى، عشان لو كنا استفدنا منها كانت ظهرت بركاتها في تحسن الاوضاع الاقتصادي وما كانش الناس تصرخ من الغلاء والاسعار المولعة زي المواطن ده كده. الدين الحقيقة بيستخدم في مصر أسوأ استخدام، وفي السعودية وفي كل الدول العربية أسوأ استخدام. لم يستفد من الأنبياء بشكل كبير جدا إلا الطغاة والله، لأنه الطغاة في الوطن العربي استغلوا الديانات زي المسيحية والإسلام في تنويم الشعوب وفي تحمل الجوع. طب ما تقول للي بيحكم قول له جوع شوية. وللأسف الأسوأ لسه ما جاش، عشان صندوق النقد دايس على رقبة السيسي وحكومته وعايزهم يدهسوا المواطن أكتر وأكتر، يتهاود فيما يخص الجيش بينما يخص المواطن مش مشكلة بشروطهم، اللي أهم شرط فيها هو تعويم الجنيه للمرة الخامسة. صندوق النقد يكشر العربي الجديد، يكشر عن أنابه لمصر والحكومة في مأزق، مش الحكومة، السيسي. وطلع مصطفى مدبولي يتكلم عن إزاي يترجوا صندوق النقد يأجل شوية المطالب دي عشان يعيني صعبان عليه المواطن الغلبان. حاسب شوي، يعني انت بتترجى الصندوق يأجل، مش يوقف، لا يأجل، يأجل تعويم الجنيه، يأجل رفع الدعم بالكامل عن كل حاجة، يعني مطحنة جاية للمواطن. قال ايه؟ عشان المواطن يعني. يا راجل علي انا الكلام ده؟ إذا تروح تقول الكلام ده لأي حد، تقوله اللي جنب بتوعك، تقوله المغيبين من المصريين اللي لسه عندهم يعني حبة غباوة ومؤمنين بأنك أنتوا بتشتغلوا لصالحهم. إنما لا، هو المشكلة كلها إنه الصندوق عايز الجيش يخرج، عايز العصابة تخرج، والعصابة مش هتخرج. وبعدين هو لو عاوم الجنيه المرة الخامسة دي هتبقى مشكلة على الحرامية برضو، لأن التضخم هيزيد ولأن الحاجات هتزيد وتمنها هيزيد أكتر، فالحرامي برضو هيقل، يعني الغلة اللي هيكسبها برضو هتبقى قليلة، لأنه في الآخر الجنيه ملوش قيمة. إنما الحكومة تنفي بس زي ما تعودنا، لما الحكومة بتنفي حاجة يبقى المصيبة جاية،
وانت قاعد حاطط ايدك على قلبك كده، عشان في الغالب النفي ده بيتحول لاثبات. زي ما قبل كده المتحدث في الحكومه في مداخله مع احمد موسى كان نفى، قابل بقى وقعد فوق عشان تعرف ان الواقع مختلف واللي جاي اسوأ. النهارده الدولار عدى 49، اهو الشرق بلومبرج مش محمد ناصر. الدولار يتجاوز 49 جنيه في تعامل، ده لسه معومش، ده لسه معومش، ده لسه معومش حاجه، ده لسه بعث الصندوق جاي يوم السبت، لسه ما قعدوش، لسه ما ومفيش حاجه، احنا لسه على البر. 49 تتجاوز 49 جنيه يا بيه، احنا ما نهزرش. لكن في شروط بقى هو السيسي يصر عليها، لان دي شروط العصابه. العصابه لازم تاكل عيش، دول اعوانه، دول مشاديده ورجالته وصبواته، يعني مش كل فتوه بياكل الجيش ده منين. كل فتوه كده، هو عصر الفتوانه كده، الفتوه الصبي او المجدع اللي مع الفتوه هو ماشي ليه ويطيعه ليه؟ عشان بياكل من وراه. يجي بقى عند المطلب ده ويراوغ، الجيش يراوغ في صندوق النقد في بيع محطات وطنية الشركة فيها أمن قومي. يا ولا، لكن راس الحكمة مش أمن قومي، راس جميلة مش أمن قومي، راس بناس مش أمن قومي، محطة بنزين بقت أمن قومي. هي كل مشكلته الحكاية دي بقى، الشعب يتفلق، اللي يعمل أنطرة يستحمل الدوس، لكن الجيش لا، لأن دي العصابة اللي بتاكل، دي الرجال اللي واقفة معاه. لانه انت مش هتقوم بثوره اصلا، انت تقوم بثوره امتى؟ الساعه كام يعني؟ ما انت عايش في النيله دي وعمال تشتكي من سنه لسنه، عمال تصوت بس على السوشيال، عملت حاجه حضرتك؟ مش تعمل. جبان وقاعد خايف خلاص. فهو ضمنك. لكن يجي بقى عند الجيش لا، دول اللي حامينه، يجي عند الشرطه لا. الشرطه الضابط احمد يتحاكم لا. الجيش نحرمه من اللقمه لا، ونوزع. بردويل تاخدها القوات الجويه. وشك في الحيط وقفك ليا. مش عارف ايه، ياخدها سلاح كذا. ده غير انديه الجيش والجو ده، ولا يدفعوا ضرائب، ولا يدفعوا تامينات، ولا اي حاجه في الدنيا، ولا يجي جهاز رقابي يقول لك من اين لك هذا. بص على القاده الكبار اموالهم بقت قد ايه؟ اكلوا. اكلوا. ودول اللي عندهم استعداد يحاربوا ولا هيحاربوا، يقول لك مقدم مقاتل مصنع التلج. عمرك سمعت دي في حته؟ عمرك سمعت في حته في تاريخ الجيوش مقدم مقاتل مصنع التلج؟ الجمله لوحدها يا بيه معجزه. انا قلت لكم هوريكم العجب العجاب، وقد حدث. اللي بعده، في الوقت اللي بيستشهد فيه المئات والعشرات في فلسطين يوميا وبيتعرضوا لاكبر مذبحه او اباده جماعيه في التاريخ الحديث، كان احد اقطاب الداعمين لاسرائيل موجود في الامارات، وبيقابله مين بقى؟ طحنون. طحنون ابن مين؟ ابن زايد. قابل واحد اسمه لاري فينك. بيشتغل ايه لاري فينك ده؟ مدير تنفيذي لشركه اسمها بلاك روك. اهو بص طحنون، خس طحنون والله، وبرده النضاره السوداء بتاعت اللي عامل فيها انه راجل يعني مافياوي يعني. يلتقي لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس اداره شركه بلاك روك. يا ساتر استر، يا ساتر استر من دخول الحاره. وطلع طحنون يفتخر بمقابلته لاري فينك. ناقشت مع لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس اداره شركه بلاك روك المتخصصه في اداره الاستثمارات والاصول، تطوير البنيه التحتيه الاساسيه لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. فخورون بالعمل مع بلاك روك في هذا الإطار بما يساهم في الوصول العامل أو العادل للذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى تعميق شراكتنا مع الاستثمار في البنية الأساسية العالمية للذكاء الاصطناعي. أيوة، إيه المشكلة يعني بقى؟ إيه بقى المشكلة؟ المشكلة إن شخصية زي لاري فينك ده هو واحد من أهم الشخصيات الاقتصادية في العالم. طب ما ده حاجة كويسة، اصبر بس، طول بالك يا أخينا. ده واحد من أهمهم، بيمتلك أكبر شركة لإدارة الأصول، والشركة دي دائمة في خدمة إسرائيل. أدي العربي الجديد، لاري فينك رئيس أكبر شركة لإدارة الأصول عالميا في خدمة إسرائيل. طيب وماله برضه؟
لم يخفي الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري العالمي بلاك روك لاري فينك دعمه لإسرائيل في حرب ضد غزة، بل إن الشركة التي يتولى أمرها كانت من بين شركات ومصارف سعت إلى جمع أموال لتمويل العدوان. صرح لاري فينك بتجديد ولائه لإسرائيل من 7 أكتوبر، فقد كتب أو عبر عن غضبه إنما حدث اليوم في ذلك اليوم، واعتبر في مقابلة صحفية أن العالم بحاجة إلى استعادة بوصلته الأخلاقية، زعما أنه لا يوجد تكافؤ ما بين ما يحدث في الشرق الأوسط وما حدث لإسرائيل، غير أن الحقيقة إلى آخره. يعني الراجل الحقيقة مش جديد على الخليج، كان ليه دور كبير جدا في عديد من الصفقات ومتداخلة في اقتصاد الدول الخليجية. أدي الموقع ده بيقول لك: ما علاقة إسرائيل بصفقة شراء حصة من أنابيب النفط بين البحرين والسعودية؟ الجواب عند بلاك روك. الجزء الأكبر، أكبر شريك أمريكي للكويت وحقيقة تورطه مع إسرائيل. احنا يا بيه مش هنجيب لك حاجة من عندنا يعني. لاري فينك شخصية لا تعرف إلا لغة المال والمصالح، وأي حاجة شمال دايس فيها. شمال طلع امبارح في الإمارات يقول لك على فكرة الذكاء الاصطناعي خلينا نكسب فلوس كتير جدا وما احتاجناش الموظفين. انت مش شايف ايه المشكلة يعني؟ عندك حق، بس خليني اروح لك لشباب في جامعة، ومش في اي جامعة، مش في جامعة الكويت ولا جامعة الرياض ولا جامعة القاهرة ولا اي جامعة عربية ولا اوروبا، طلاب ونشطاء من جامعة نيويورك اتهموه بتمويل تقنيات لقتل الفلسطينيين وبيتم مدها للجيش الإسرائيلي. أنا عايز أسألك سؤال بقى، أنت شفت البنت اللي بتتكلم دي؟ بيسموه إيه؟ البنات سموا الحتة دي هاف ستوميك؟ وعريانة هي؟ أهدي في نظر أي متدين عاصية خاطئة إلى النار وبئس المصير. بس بص، واقفة في حفلة تفضح إن بلاك روك الراجل لاري فينك ده عضو مجلس إدارة جامعة نيويورك، وإن بلاك روك بتمد إسرائيل بتقنيات لقتل الفلسطينيين، بينما لدينا في العالم الإسلامي مشايخ دقونهم مش عايز أحكي لك يعني بتحك في السجادة بيبرروا قتل الفلسطينيين. انسى بقى، طلع الدين من الموضوع كده، خش على وضع اخلاقي. انا هو افضل اخلاقيا، دي ولا المشايخ، دي ولا الاسسة؟ انا افضل انسانيا. شوف الطلبة اللي تحت دول قاعدين في حفلة والزيطة والصريخ، وبتبص ده حتى المخرج يعيني، شوف البنت في اللونج خاف يعرضها عشان قالي هو نفسه هيتفرج عليها بعد شوية. ما نوع من النفاق الاجتماعي؟ ما احنا حاكم، احنا منافقين جدا. عيب يا ولد، عيب عيب، اقفل الولد يخش جوه. كان بيتفرج عليه ابن اللذينة. البنت واقفة لابسة مفيش لابسة يعني أريانة وحافلة وبتاع، وطلع تفضح في رسالة ازاي بلاك روك ولاري فينك تحديدا وجامعة نيويورك بتمول الكيان الإسرائيلي بتكنولوجيا لقتل الفلسطينيين، بينما أنت عندك عائد القرني يطلع يقول قال الله وقال الرسول، وعندك الشيخ حاتم سالم ده ولا مش عارف ايه يطلع يقولك اجتهد. واحد اتهم أحرار غزة بأن هم بيشتغلوا في الدعارة ويطلع شيخ قد كده، ده أنه الراجل ما بيحتاجش شيرز في الشتاء مدفي صدره، يطلع يقولك وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اجتهد، الرجل اجتهد. تخيل. وبعدين يسألوا العيال بتلحد ليه؟ ما بتلحد عشان شافت الأشكال دي. ما العيال شايفين إن الدين بيستخدم بس فقط للقتل وتبرير القتل الممنهج واغتيال معنوي للنساء والحرائر بدعوة وبفق بفق. يعني أنت لو سألت الشيخ ده هتلاقيه حافظ القرآن الكريم ده يعني زي اسمه، وتيجي على واحدة زي دي ما تعرفش تفك الخط أصلا. أنه إنسانيا أفضل تعامل مين أنت بقى؟
بجد والله يتعامل مين؟ دي ولا الشيخ؟ إياه؟ دي ولا الأسيسي؟ إياه؟ كتير من التقارير طلعت فضحت ازاي اسرائيل استخدمت برامج زكاة، ويطلع ده يقول لك انت بتسوي شيخ يحمل القرآن الكريم بواحدة عارية يا فاجر. طب انت ما شفتش الأطفال بتقتل بالآلاف؟ ما شفتش النساء الجائعات دول؟ دي اللي واقفة معاهم. الشيخ واقف مع اللي بيقتل. أنه أفضل إنسانيا؟ طيب سيبك من الدين، ومع ان الدين هو الاخلاق، لكن ماشي، انه افضل، انه اللي تحط لك في ايده دي ولا عقد القرني؟ دي ولا الشيخ بتاع اليمن ده اللي قاعد في امريكا؟ دي ولا خالد الجندي؟ دي ولا علي جمعه؟ هيقول لك لا علي جمعه طبعا، لا ما تقس، لا دي بص عريانه يا بيه. طلعت فضحت لاري فينك، وطلعت فضحت بلاك روك، وادي الفضيحه اهو لافندر. كيف استغلت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قتل الفلسطينيين دون تمييز؟ أطفال بتقتل يا أخي، اتقي الله. أي دين قال لك كده؟ وسبع اتكلمنا عن الدور اللي بتعمله إسرائيل في استخدام الذكاء الاصطناعي لقتل الفلسطينيين، مش سبع عملنا ده؟ أهو عملناه، القتل بضغطة زر، قنابل عالية الدقة وبرامج ذكاء اصطناعي لقتل الفلسطينيين، ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في الغارة على رفح، قنابل مش عارف ايه 39 مستخدمة تصنعها شركة بوينغ الأمريكية، قنابل عالية الدقة مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجيا، الرأس الحربي لقنابل كذا حمولة متفجرة تبلغ 17 كيلو جرام، قنابل تم استخدامها في الهجوم الحارق على رفح، تم تطويره في انطرف قسم استخبارات النخبة بجيش الاحتلال. القتل بالذكاء الاصطناعي بقى، جيش الاحتلال يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي المسمى لافندر، نظام يسهل من قتل الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. النظام يستخدم أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف المدنية، تم تطويره من طرف قسم استخبارات النخبة بجيش الاحتلال. استعانت إسرائيل بشركة ميتا لتزويد إسرائيل ببيانات الفلسطينيين لقصفهم دون تمييز. الجيش الإسرائيلي سعى لتلك البرامج لتوفير كلفة إنتاج القنابل. في النهاية حضرات شخصية زي لاري فينك ووجوده في الإمارات مهم، في دولة عربية زي الإمارات بتقول عن نفسها عربية وبتدعي أنها مسلمة وهي أكبر الداعمين لقتل العرب في فلسطين. أي دين أنتوا بتدينوه، بس المهم أن أنت بتصلي وتصوم. أهو سالم الطويل، أيوة ما احنا عرضناه ده، أنا عرضته عندي ده في قناتي. طلع قال لك إيه؟ قال لك مشعل النامي اجتهد، واحد رمى محصنات فاجتهد، حتى لو أخطأ فهي معصية. 80 جلدة ونضربه بقى بإيه؟ بكونه. مش هما 80 جلدة؟ نجيب صباع كونه كده ونضربه بيه. سالم الطويل، لو النبي ما تسمعش الله يخليك، مش قد أنا الناس دي عندي حساسية منها من زمان، عندي حساسية من الناس دي. أنا لا أجمع يعني، مش إجماع يعني، بس أهو أديك شايف الأشكال البارزة على السطح من النوعية دي. ده دين؟ أي دين ده؟ أي دين يا أخي اللي يخليك ترمي محصنات وتقول عليهم بيشتغلوا في الزنا وبيتقاضوا أجور والدعارة انتشرت وبيسبوا الدين لرب العالمين؟ أي دين؟ ولك سمعت؟ فكرني بنكتة المحامي الفصيح اللسان اللي ما أقدرش أقولها على الهواء. اللي بعده، لم يسلم أحد من يد الصهاينة، وبالفعل الاحتلال بيثبت يوم ورا يوم أنه عبارة عن سرطان تم زرعه في جسد هذا العالم. النهاردة الصحف العالمية بتتكلم عن فضيحة جديدة للموساد الإسرائيلي في إيطاليا اللي هي أحد حلفاء تل أبيب. يعني إيطاليا ده رئيسة وزراء إيطاليا دي ست متطرفة حفيدة موسوليني. تخيل إسرائيل اتطولت عليها. السلطات الإيطالية ضبطت شبكة تجسس إسرائيلية بالتعاون مع شركة إيطالية للحصول على معلومات منها، واللي كشف الفضيحة دي صحيفة يدعوت إحرانوت ونقلته الجزيرة في الخبر ده. أهي رئيسة وزراء إيطاليا،
يدعوت إعلانات فضيحة تجسس تهز إيطاليا تورط فيها الموساد. أيوه أنت إيه مبهورة ليه كده؟ قالت صحيفة يدعوت إعلانات أن فضيحة تجسس داخلية تهز إيطاليا بعد أن قامت شركة تحقيقات خاصة مكونة من أعضاء كبار حاليين وسابقين في أجهزة الأمن بسرقة معلومات شخصية عن سياسيين بينهما جورجيا ميلوني وشخصيات عامة لاستخدامها في الابتزاز، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد متورط في صفقات مع الشركة التي تتخذ من ميلانو مقرا لها. حتى الإيطاليين عايزين معلومات شخصية خاصة عن سياسيين بينهم الست دي عشان إيه؟ يبتزوا هذه الشخصيات. شبكة التجسس التابعة للموساد دي كانت بالتعاون مع شركة إيطالية مقرها ميلانو، والشركة الإيطالية دي بتعمل في مجال البرمجيات والتجسس. الشركة اخترقت هواتف مسؤولين كبار في إيطاليا منهم الست جورجينا دي أو جورجيا دي وغيرها من المسؤولين الإيطاليين والمشاهير الإيطاليين. يعني أول خبر أهو، إلاف الموساد اشترى معلومات من فاغنر وروسيا وإيران في فضيحة قرصنة وبيع المعلومات الإيطالية إسرائيل حاضرة. طيب أحداث القضية التجسس دي وكشفها والاعتقالات اللي تمت فيها والمعلومات اللي حصلت عنها أو عليها الخلية لخصناها لكم في الجراف ده. شركة إيني أحد الأهداف، إيني دي بتاعت البترول، فضيحة تجسس جديد للموساد في إيطاليا، فصول القضية، عملاء من الموساد الإسرائيلي اشتروا معلومات من شركة اسمها إيكولا لايز إيطالية. الشركة بتشتغل في نشاط تجسس غير قانوني على السياسيين والمسؤولين من سنوات. اخترقت الشركة خوادم الوزارات الحكومية والشرطة من سنة 19 لحد دلوقتي، كما تجسست على الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء جورجيا ميلوني وشخصيات تانية. الشرطة الإيطالية اعتقلت 4 أشخاص بينهم خبير في تكنولوجيا المعلومات. رئيسة الوزراء وصفت عملية التجسس بأنها تهديد للديمقراطية. عملاء الموساد استهدفوا معلومات عن شركة إيني الإيطالية اللي بتشتغل في مصر. عملاء الموساد طلبوا معلومات تتعلق بعمليات شراء غير قانونية للغاز من إيران. عملاء الموساد طلبوا من الشركة معلومات حول ميليشيا فاغنر الروسية وتمويلها، كما طلبوا معلومات حول الهجمات الإلكترونية الروسية وتمويل المصالح الروسية. على فكرة دي مش أول عملية تجسس العملاء بتاع الموساد في إيطاليا، مش دي مش أول مرة. في يناير 23 كان في عملية تانية للموساد برضو في إيطاليا، وكانت بتهدف لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل، ومات فيها ضباط موساد إسرائيليين. الخبر أهو عربي 21، تفاصيل إسرائيلية جديدة عن كارثة عملاء الموساد في إيطاليا. بعد غرق عملاء الموساد بإيطاليا، إسرائيل تعترف كانوا بمهمة حساسة. فين بقى أجهزة الاستخبارات بتاعتنا احنا؟ إنما السؤال المهم، هي إسرائيل محتاجة تخترق أجهزتنا احنا؟ مش احنا يعني، احنا قصدي مصر يعني؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني إسرائيل مش محتاجة تخترق، لأن إحنا يعني عملنا كل حاجة لإسرائيل. ده عباس كامل بعت أخبار بعملية 7 أكتوبر قبل 7 أكتوبر، هكذا ادعت الإعلام الإسرائيلي، وطلعت مصر نافت كالعادة. إحنا بعتنا سفينة تسليح لإسرائيل، هي محتاجة تخترق؟ ده إحنا قاعدين معاها. ده الإسرائيل طلعوا قال لك إحنا ومصر نايمين في سرير واحد. الحكايه مش ايران ولا حزب الله، اسرائيل بتتجس على اي حد. يد الموساد الاسرائيلي بتلعب في معظم دول العالم، ولم تسلم منها دوله عظمى، وده شفناه في تركيا. السلطات التركيه كانت اعتقلت خليه تجسس تبع الموساد الاسرائيلي في يناير اللي فات. القضاء التركي يقرر حبس 15 متهم بقضيه التجسس للموساد. حتى أمريكا نفسها اللي هي خلقت إسرائيل، البيت الأبيض الحليف الأول لإسرائيل اللي بيحميها بكل ما يملك، اللي بص مغرقها، ما سلمش من تجسس الموساد عليه، لدرجة إن إسرائيل
كانت بتقرا خطابات الرئيس الامريكي قبل ما هو يطلع يقولها. ده مش انا اللي قلت، ده مونت كارلو. الموساد الاسرائيلي يتجسس على البيت الابيض ويقرا التقارير قبل الرئيس. ده الكلام ده في امتى بقى؟ في 2020. ما سابوش حد يا بيه. اصل انت احنا عندنا في القران الكريم ربنا قال لهم اذبحوا بقره. طب شكلها ايه؟ طب عامله ازاي؟ طب بتعمل ايه؟ اي حاجه. هو لوع. لوع. هو حاجه كده، هي الشخصيه كده. ما قالكش ايه بقى؟ ما قالكش فين؟ لا يأمن لأي أحد على الإطلاق. لكن في واحد مكان واحد بس إسرائيل مش قادرة تجس عليه وما بتوصلوش يعني غير بالخيانات، وهو المقاومة في غزة. عشان كده بنشوف إسرائيل بتتوحش في استهداف المدنيين للانتقام من المقاومة اللي دمرت الموساد الإسرائيلي. إسرائيل دلوقتي انتقامها الشرس ده بقاله سنة اهو أو أكتر، لأنه هي حاسه انه الكيان اللي اتعمل ده كله جات المقاومه هزته في 7 اكتوبر. عشان كده الاباده شغاله بحق اي حد، واستهداف المستشفيات شغال. انا وصلتني رساله من دكتور في غزه، الراجل يعني قلبه بيتقطع بيتقطع. بص الرساله، أنا هسمعها لكم دلوقتي بدون ما نقول هو مين. اسمع كده الرسالة دي. يعطيكم العافية جميعا، معانا الله. أبعتها لك. يعني أنا عارف الظروف صعبة. أبعتها لك دلوقتي، الله يكرمك، تذاعها في غزة. بص، ما لم يتبقى إلا دكتورين، ده من وقت الرسالة دي. ده من وقت الرسالة دي، والعالم واقف يتفرج، والشيخ حاتم إيه؟ حاتم الطويل بيقول لك يعني الراجل أخطأ، اجتهد وأخطأ، سالم الطويل. اجتهد واخطأ. اسمع الرسالة دي من دكتور في غزة. اسرائيل بص لا تراعي اي شيء في غزة، والعالم يتفرج. شمال غزة يباد. اسمع الرسالة دي، اسمع الرسالة دي. يعطيكم العافية جميعا، وأعانكم الله على ما أنتم فيه. يعني أنا عارف الظروف صعبة وقاسية، لكن في شمال غزة يعني بصراحة ما يحدث هو مصيبة بكل ما تعني الكلمة من معنى. يعني بنتحدث عن بعد اعتقال التوادر الطبي مستشفى كمال عدوان لن يتبقى إلا طبيبين أطفال، ومن الصبح لحد هذه اللحظة استقبلنا من مجزرة آل نصر حوالي أكثر من 55 جريح وأكثر من 25 شهيد، وهناك إصابات مقاعة الأرض محتاجين تدخل جراحي، وللأسف نحن لا نعمل في هذا المجال. احنا الان بنفقد كل شوي من هؤلاء الجرحى بنسبه شهداء لعدم وجود لا طبيب تخدير ولا طبيب جراحه ولا طبيب اوعيه ولا طبيب عظام. اغلب الاصابات اعضاء عظام الاطفال والنساء خارج من اجسادهم، يعني بدون تدخل عاجل جدا. يا ريت اذا فينا يعني اذا في مجال تضغطوا باتجاه تسيير الوفود الى شمال قطاع غزه، ويكون هناك يعني تسليط ضوء الاعلام على ما يحدث من مصايب ومن حرب إبادة حقيقية. نحن بحاجة إلى وفود متخصصة تأتي إلى مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى بعض سيارات الإسعاف، لأنه لا توجد أي سيارة إسعاف واحدة في شمال قطاع غزة، ونحن بحاجة ماسة للأمر، خطير جدا جدا. يا ريت يكون هناك ضغط حقيقي. الوفود القادمة إليكم أن تصير إلى مستشفى كمال عدوان قبل فوات الأوان. نحن نتحدث عن مجزرة هو المجزرة، يعني ما بننتهي من استقبال عشرات الشهداء والإصابات إلا بيكون هناك استهداف آخر في لحد البيوت ولحد الآن. وبالتالي يعني مطلوب جدا يكون عندنا وفود يعني تخصصية بعلم الجراحات والعظام والأوعية والحروق والجراحة العامة والتخدير. الله يرضى عليكم ويعطيكم العافية، ويجزي الكل يجتهد لعل وعسى أن ربنا يسمع من هالمؤسسات ويستطيع يدخل هذه الوفود إلى شمال قطاع غزة. شيل الصور الله يخليك. الرسالة بقى بتقول إيه؟ السلام عليكم دكتورنا، بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية 57%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 80%، حيث كانت أهم الخدمات التي تأثرت خدمات الرعاية الأولية العجز 78%، خدمات صحة الأم والطفل العجز 71%، خدمات الصحة النفسية والأورام 50%.
في حين أن أهم الخدمات التي تأثرت في العجز من المستهلكات الطبية الكلى والغسيل الكلوي، العجز 72%، الطوارئ والجراحة والعناية المركزة 66%، في حين أن خدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح وجراحة العظام يصل نسبة العجز فيها إلى 100%. دكتور يوسف أبو الريش، الرسالة دي وصلتني الأسبوع اللي فات. شوف بقى من الأسبوع اللي فات لدلوقتي وتيجي حضرتك تقول لي أخطأ يا أخي الراجل، أخطأ اجتهد فأخطأ. ده احنا الأجيال الجاية قليل لو تفت علينا، قليل، احنا لا نعد بشر، والله لا نعد بشر. وأنا أنا مش شايف أي سبب لكل ده، يعني مش شايف. احمي عرشك يا أخي أنت كملك أو كأمير أو كرئيس، بس اعمل حاجة، أي حاجة، حسسوا الناس أن أنتوا عندكم مروءة والشعوب واقفة تتفرج. ده الواحد بيجيله كوابيس بالليل من الأخبار دي، والله الذي لا إله له، كوابيس من الأخبار دي، والناس عمالة ترمي عليك الحمل وانت عمال تهاتي كل يوم ان شعب يتحرك، ان ملك يتحرك، ان جيش يتحرك. مفيش حاجة بتحصل، مفيش حاجة بتحصل. وبعدين في الآخر مش سايبينهم في حالهم بقى، ده احنا طالعين نقول عليهم الستات هناك شغالة في الدعارة، ويطلع مذيع يقول لك احنا مالنا امال غزة، مالنا؟ طب بتاعت نيويورك دي مالها امال غزة؟ الناس في برلين مالهم الغزة؟ بتوع ستوكهولم مالهم الغزة؟ في انسانية يا اخي، ان لم يكن هناك تاريخ مشترك، ديانة تقريبا مشتركة سواء كانت مسيحية او مسلمة، يا اخي في انسانية. جارك اللي جنبك بيت ولع في حريقة، مالناش دعوة بيه، احنا صعب. خلينا نطلع فاصل ونرجع بقى للترند. السوشيال ميديا ملوش كلام من امبارح غير على سفينة كاثرين الألمانية اللي دخلت ميناء الأسكندرية وفضت شحنتها هناك ومحملة بالمتفجرات اللي رايحة لدولة الاحتلال. النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صبوا غضبهم على السيسي ونظامه، واعتبروا ان دي مرحلة جديدة من الخيانة والعمالة، زي ما كتبت المحامية والناشطة المصرية ماهي نور المصري اللي قالت دي سفينة محملة بمتفجرات ورايحة للكيان الصهيوني في وقت حرب وإبادة، ودول زي مالطا وغيرها رفضت استقبالها، بس مصر، أو خلينا محددين أكتر، نظام السيسي خلاها ترسو في ميناء اسكندرية، مرحلة جديدة من الخيانة والعمالة في الوقت اللي النظام المصري من أول الحرب وقف كل محاولة لمحاولة لقوافل شعبية للتضامن والإغاثة، وفي الوقت اللي قبض فيه على شباب زي الورد سمح أنه يتم استخدام موانينا للمساعدة في الحرب وقتل إخواتنا. والناس مستغربة ليه إذا كان النظام السيسي مشغل ميليشيا على الحدود مع غزة بتاخد إتوات اللي هي العرجاني، وده اللي كتبه الناشط السياسي لويس بوتروس اللي كتب وقال في ناس مصدومة أو مستغربة أن ميناء اسكندرية استقبل سفينة محملة بالشحن أو شحنة أسلحة ألمانية لإسرائيل. فيا جماعة والله مصر كانت مشغلة ميليشيا على الحدود مع غزة بتفرض إتاوة بألوف الدولارات على الفلسطيني اللي عايز يهرب من الحرب، لا وكمان كانت بتفرض إتاوة على المصريين العالقين في غزة عشان تدخلهم مصر. آه والله، فده النظام اللي بيحكم البلد النهاردة حاجة يعني أوطى من أنها تكون عصابة قطاع طرق. المرة دي الوجع ملوش مثيل وقتل كل أمل، ده اللي قاله الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، اللي قال كل اللي حصل في الكام سنة اللي فاتوا واللي بيحصل كوم، وقصة استقبال ميناء الأسكندرية للسفينة الألمانية كاثرين واللي بتنقل حاويات تحمل مواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كوم تاني خالص. مفيش جهة رسمية كذا، لا طلعت بقى دلوقتي يا محمود ما تزعلش، أو نفت الخبر. في حاجات كتيرة وجعانة بقالها سنين، بس المرة دي الوجع ملوش مثيل، عشان حتى أمل إنه لسه في شوية ثوابت واللي كانوا عايشين بيها راح هو كمان. إزاي وصلنا للدرجة دي من التدني والحقارة والعمالة؟ ده اللي سألته سيلين، قالت بالظبط كده إنه
العمالة والخيانة في أقذر صورها، فضيحة كبرى. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة ألمانية تحمل للاحتلال بعد أسلحة الاحتلال بعد حملات مطالبة موانئ البحر المتوسط بمنع استقبالها. كيف وصلنا لمثل هذا التدني والحقارة؟ ألم يكتفي السيسي بحصار أهل غزة؟ الآن يستقبل أسلحة لقتلهم. مش بس المصريين اللي اتصدموا في فضيحة السفينة دي، نشطاء عرب أيضا كتير جابوا السجل الأسود للسيسي كله وعصابته من بداية الطوفان. وده اللي عمله ناصر ابن الشيخ السعودي المعتقل عوض القرني، اللي كتب وقال: مصر منذ طوفان الأقصى، وزير المخابرات عباس كامل سلم بلينكين جميع المعلومات الاستخباراتية اللي جمعتها مصر عن حماس وتضمن الأنفاق وتتضمن الأنفاق. السيسي أغلق معبر رفح ورفض دخول أي مساعدات إنسانية بدون موافقة الاحتلال. ميناء الإسكندرية استقبل السفن الألمانية المحملة بالسلاح ومتفجرات لجيش الاحتلال. خروج المواطن الفلسطيني من غزة $5,000. دخول مواطني دولة الاحتلال مصر $20. السيسي شريك أساسي في جريمة الإبادة. الفضيحة دي عملت صدمة لإخواتنا الفلسطينيين، وفي منهم اللي وجهوا كلامهم للشعب المصري زي إسراء. شو الشعب المصري؟ هي بتقول يعني شو يا شعب مصر الأصيل؟ في إيه يعني؟ في إيه يعني؟ وعشان الفضيحة دي كبيرة يعني، في مصريين كتير جدا قالوا المفروض نتبرأ من جنسيتنا زي ما كتب أشرف. بيقول: من امبارح متابع أكتر من مكان بيتكلم عن موضوع السفينة، ولو ربع الكلام حقيقي مفروض ندفن نفسنا أو نتبرأ من جنسيتنا. في مصريين كتير بقى عملوا حاجة تانية، قدموا اعتذار لأهل فلسطين وقالوا لهم: مش إحنا اللي سمحنا للسفينة دي، السيسي هو اللي عمل. زي ما كتب آدم: أهلنا في فلسطين وفي لبنان، مش مصر اللي سمحت للسفينة كاترين إنها ترسي في مدينة ميناء إسكندرية عشان نتشارك في إبادتكم. مش مصر، ده النظام، لكن مش مصر، مصر وشعبها محتلين. وعشان الفضيحة كبيرة وبجلاجل، فكان لازم تطلع اللجان الإلكترونية تجي لها الأوامر عشان تتحرك وتحاول ترد، وتداري كده بالغلواشة والكذب وإلقاء التهم على الإخوان وثوار يناير. زي ما أنا قلت لكم، الأخ ده أهو: يا ناس حخافوا على بلدكم، مش كل يوم والتاني تصدقوا أي حاجة، شوية يقول لكم بقى بحيرة البردويل، وشوية يقول لك سفينة سلاح ومتفجرات، وفي الآخر كله يطلع كذب في كذب. اتقوا الله، ماشي يا خير أجناد الأرض. طبعا خلاص بقى، خلاص بقى طلعوا بقى القوات المسلحة نفت، وطلعت الجيش بقى المتحدث العسكري نفى، مش كده؟ مش أنا عرضت لك من شوية الكلام ده؟ شوية طلع أخيرا أمن النوم طص وشه بكوبايتين مية المتحدث العسكري وقال لك: ما حصلش، ده كذب، ولن نستقبل، ولن ولم. بس فعلا يا فرحة الصهاينة بيك يا سيسي. عشان كده الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين طلع يهيص ويفرح بسفينة المتفجرات دي اللي السيسي وصلها ليهم. صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق، سفينة محملة بأسلحة وصلت لإسرائيل بعد أن عبرت في مصر، هذا هو السلام الحقيقي مع مصر. بس هي مش غريبة على فكرة، مش غريبة على السيسي والصهاينة نفسهم، عارفين أن السيسي صهيوني أكتر منهم، وعارفين أن السيسي بيكره فلسطين وبيكره المقاومة أكتر منهم. وده اللي قالوه إعلاميين وصحفيين إسرائيليين في لقاءات تلفزيونية، وكان في لقاء منهم قريب. شوف البنت بتقول إيه، بتقول: بقى عم الضحك على السيسي وبيقول أروح بالرب فين، وقالتها بالعربي، بتقول لك زي الأفلام المصري كده، والنبي هاتها تاني، بتقول لك: السيسي هو اللي منع من دخول حاجات، بس لما بشوفه بيقول أروح من ربي فين زي الأفلام العربي بقى عم الضحك. اسمع: أروح من ربي فين منك، أروح من ربي فين يا راجل. الفنان عمرو واكد كشف عن سبب تاني متعلق بالسفينة وليه الصهاينة عايزين ياخدوا هدنة. تعال نشوف كده كتب ايه الفنان عمرو واكد. بيقول لك عمرو واكد، بيقول: الصهاينة بعد عام من السعار وكل هذا القصف وكل هذه المتفجرات، اعتقد منطقي يكون عندهم نقص في الصواريخ والمتفجرات، ولذلك هم في حاجة ملحة لوقت يعيدون فيه ملء مخزونهم، وغالبا هذا هو السبب وراء طلبهم الهدنة 60 يوم الآن، لأن المركب لسه راسية في ميناء الإسكندرية محملة بمواد متفجرة، وعقبال ما ينتهوا من تصنيع وشراء صواريخ جديدة تكون الهدنة خلصت. المتحدث العسكري طلع كذب ونفى. خلاص أنا عرضت لك ده الكلام ده من شوية، لسه طالع متحدث عسكري من ساعة تقريبا وقال لك:
تنفي القوات المسلحة بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيلية في عمليات العسكرية جملة وتفصيلا، وأستهيب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه ومخدراته والزود. طب يا معلم يا متحدث عسكري اللي قمت متأخر منهم، الصحفي ده بقى بعت لك صورة للسفينة اهو يا بيه، ادي الاستاذ عمرو قال لك ايه، صور اقمار صناعيه عاليه الجوده بتاريخ امس 30 اكتوبر، الاستاذ عمرو الازاز، تظهر موقع سفينه الشحن كاسرين وهي راسيه في ميناء الاسكندريه، وتظهر الصور ملتقطه السفينه المشبوهه والمتهمه بنقل شحنات اسلحه ومتفجرات اسرائيل اثناء افراغ حمولتها في الرصيف الحربي بميناء اسكندريه. الصوره اهي، يلا بقى يلا بقى نطلع نقول ده كورنيش النيل. السيسي بيضيق نهائيا على اي حد او اي حد بيكتب على السوشيال ميديا بيدعم المقاومه زي ما بيعملوا مع اعضاء النيابه الاداريه، والخبر ده تهديد لاعضاء النيابه بالاحاله للتفتيش لو هتدعم فلسطين. اتفضل يا بيه. العربي الجديد: النيابه الاداريه تهدد اعضائها بالاحاله للتفتيش بسبب دعم فلسطين. حتى الدعم على السوشيال، يعني مش كفايه ان مارك محاصرك، مش كفايه ان الواد الصهيوني ده اللي ماسك انستجرام محاصرك، ما هو ده اصله مصري الواد ده. لا 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 لا، الواد المدير التنفيذي ده اصله مصري يا عم. مارك ده بتاع فيس، اسكت بقى. الواد ده اصلا يهودي مصري. الواد ده اي حد هيكتب حاجه على السوشيال ميديا كلها بقى متحاصر، فيجي النظام المصري يحاصر المصريين بتوع النيابه الاداريه. طب هتقولي ده كذب، العربي الجديد بتكذب. لا، العربي الجديد نشر المستند الاصلي اهو، اهو يا بيه، منشور رقم 20 لسنه 24 بتاريخ كام يا بيه؟ 28/10/24. نظرا لما لوحظ في الاونه الاخيره من تكرار خروج بعض السادة الأعضاء على ما انتظمته التعليمات القضائية في المادة رقم 33 منها ومدونة القيم، قيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية من ضوابط وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي جميعا وأخصها حظر إنشاء أي مجموعات أو الإبقاء عليها تتضمن ما يفيد نسبتها للنيابة الإدارية أو أي من أعضاء إلا بموافقة كتابية من السادة المستشار رئيس الهيئة. كلام زي محترم. وكذا حظر إبداء الآراء أو تبادلها في الشؤون القضية أو السياسية أو الإفصاح عن الاتجاهات الدينية أو الاجتماعية ونحو ذلك، سيما وأن رئاسة الهيئة وكافة الجهات المعنية لم تكن لتغض الطرف عن أي مستجدات تخص الشأن القضائي وتطلع بدورها. ومتى كان استعمال مثل تلك المنصات يجب أن يقف عند حدود الضوابط المشار إليها ضمانا للحيدة والاستقلال الواجب على عدو النيابة. لذلك وتجنبا لأي مسلك غلق جميع منصات التواصل التي تخالف الضوابط المقررة على الفور بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها، يعد كل من يتولى إدارة أي منصات التواصل الاجتماعي أو الإشراف عليها مسؤولا عن أي مشاركات أو تعليقات تخالف تلك الضوابط. التزام السادة أعضاء الأيد بما أوجبته القواعد المشار إليها في كل ما يصدر عن حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ومش عارف ايه لاخره. المستشار عبد الراضي صديق. هنا بقى لازم ارجعك للي بدات بيه الحلقه. السيسي بيطارد اي دعم لاهالي غزه، وبيتحول مش مجرد متضامن مع اسرائيل في حصار غزه وتسليط ابراهيم العرجاني عشان يمتز ويمص دم الفلسطينيين، لا، ده تحول الى شريك في القتل. مقابل زي ما قلت لك في اول الحلقه لو انت ما حضرتش، الحصول على تسهيلات من صندوق الدعم الدولي، وده اللي قلت لك عليه كشفه الدكتور محمود وهبه معانا امبارح، وده اللي عرضته لك في بدايه الحلقه. ولو انت محتاج تعرف وما حضرتش الحلقه من اولها، ابقى شوف الحلقه تاني على موقع القناه على اليوتيوب، او على شوف المقدمه تاني على قناتي، عشان اقول لك ان السيسي فتح مزاد على الشرف والوطنيه والعروبه والتاريخ. وهنا يفضل السؤال، ايه الحل؟
هنفضل نراقبه كده وهو بيتنقل من مرحلة إلى مرحلة أسوأ؟ هنفضل ساكتين حتى صوتك مش طالع؟ الحل في إيدك أنت. أيوة أيوة المصري، الحل في إيدك أنت، الحل في إيد شعب مصر. محدش هيشيل الخزي والعار. وخلي بالك إن إحنا عمالين نتنقل من مرحلة إلى مرحلة بأسرع بأوسخ بأقذر، وأنت هتفضل قاعد كده ولو بشق كلمة هتتحاسب عليها. الحل فيكم أنتوا يا مصريين إنه محدش يسكت بعد كده، إنه لازم الناس تتحرك، لازم تقولوا للخاين أنت خاين، لازم على الأقل تشاوروا لكل من يشارك الخاين ده بالتأييد. الراجل ده ورجالته رجال دين ورجال جيش ورجال مثقفين وإعلام وقضاء كلهم على بعض خلوا سمعة البلد في الوحل. إذا كان العالم العربي كله دلوقتي يعلم تمام العلم إن النظام الإماراتي له دور في المذابح دي كلها، فالعالم العربي كله دلوقتي من المحيط إلى الخليج يعلم أن مصر لم تعد مصر، وأن هذا الرجل والذين معه حولوا أو خلوا سمعة البلد في الوحل. خلاك مكسوف تقول إنك مصري من خيانته. يوما ما هيرحل، يوما ما هيسقط، يوما ما يتحكم على خيانته وعملته، في اليوم ده بس هتقدر ترفع راسك فوق زي ما عملت في 2011 وتقول أنا مصري. ارفع راسك فوق، أنت مصري، قبلها أنت راسك في الوحل. خليك زي ما انت بقى، انا خلصت وهمشي وانت خليك زي ما انت. الى ان نلقاكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من مصر النهارده. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.